السلام عليكم، مساء الخير. هذا تحية لأهل أم درمان، ونرحب بواسل أم درمان وشاوس وأسر المستنفر في درمان، سندالات بلد. مرحب بكم. الشبكة كانت مقطوعة في أم درمان 3 يوم ورجعت قبل ساعات يعني. مرحب بهم، وربنا يطمن عليكم وربنا يحفظكم إن شاء الله. تحية للقوات المسلحة في أم درمان، العمل الخاص في 3 يوم أنجزوا إنجازات كبيرة وإنجازات ظاهرة. أي زول عنده زول في أم درمان ما تسمعني، اتصل عليه وأعرف الحاصل. جيش متقدم، ارتكازات متقدمة، البشائر بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى الروضة، الحتة اللي إحنا كل مرة بننبه فيها الجيش،
كان قبل كده في كنداكة مشت وصفت ليكم مدفع اتلقت فيها 9 مدافع. لما تضرب لأهلك في اندرومان حس اسألهم في ال3 يوم دي قاعدين تسمعوا صوت مدافع غير حقة القوات المسلحة والموجهة على غير يعني برا برا اندرومان اللي هي مناطق ارتكاز وتجمعات الدعم السريع، قاعدين تسمعوا أي أصوات؟ 9 مدافع يا أخواننا حقة الدعم السريع قاعدة في حي الروضة اتمسكت. ال9 مدافع دي كانت شغالة في الفترة اللي فاتت، واحدة من إنجازات القوات المسلحة المتأخرة والحافظت على أرواح الناس ضرب الكوبري بتاع الإمداد حق الدعم السريع، اسمه كوبري شنبات، اسمه كوبري الإمداد. ضربنا كوبري الإمداد لما الخرطوم تنضف إن شاء الله وترفع علم السودان هيرجع اسمه كوبري شنبات، لكن هسه اسمه كوبري الإمداد. التدوين العشوائي قال له ولا ما قال له؟ ما في تدوين عشوائي في ال3 يوم دي. الوقت جنبه انداني يورينا عربي نجد ال3 يوم دي لا كان في شبكة ومدرمان، احنا ما عارفين العمل الخاص والقوات المسلحة المواطنين اهلنا فيها حصل عليهم دي انجازات حصلت. ما زالت الإذاعة محاصرة وان شاء الله حتسقط وحترجع الإذاعة لحضن مدرمان وده موضوع منتهي بإذن الله. الجيش متقدم لحد الآن في حدود مستشفى مدرمان، الملازمين العباسية شبه نطفت أو نطفت يعني، الدعام اللي كانوا هناك مشوا لي الله ما أعرف أشرح لكم كيف، لكن عشان الفيسبوك ما يحضر اللايف والناس بيقول لك اللايف بعد الانصراف يمشي ما أعرف ما هذا لازم بيحضروه 5 ساعات حتى ينزل في الصفحة، فهذه كلها بشائر الحمد لله وإنجازات. مدافع اتلقت في القماير واتلقت في حي الروضة 9 مدافع، ونسأل الله إنه يحفظ أهل اندرمان الثابتين الراكزين يعني. وما زال الدعم السريع محاصر الفتيحات، يعني كنا نتمنى الأسهم والأصوات بتاعت إعلام الإمارات المدفوع من الدعم السريع، أنت ما عندكم طريقة، ما عندكم أي طريقة، كنتوا بدل تتكلم عن سقوط الحاميات العسكرية وانسحاب القوات المسلحة اتكلموا عن يعني ورونا شوية حياد. أفهم إنه حسي أنت تكتب كلام تقول والله يا أخي إحنا لما ننجغم جيش الكيزان بنفرح، ما في حياد في انجغام جيش الكيزان، أتفهم كلامك. اتكلموا عن كارثة حصار الدعم السريع للمواطنين في الفتيحاب اللي تجاوز الشهر الثاني، وإحنا الليلة دي المرة دي معاكم كلنا كده حنضغط الجيش بل في والمافي يفتح مداخل الفتيحاب، وإن شاء الله حتكون في عمليات ببشرك. الفتيحاب دي مش دي آخر معاقل الدعم السريع وآخر الكروت العسكرية اللي بيستخدمها في لوية القوات المسلحة المواطنين الماسكهم في الفتيحاب. إحنا ما بنقول الكلام ده لأنه القحاتة ولا الإعلام حقهم ولا الناشطين بتاع الحرية التغيير هم ده عندهم من مقام وكلمة إحنا بنسمعها وطالبين منهم يحنسوا الدعم السريع. لا 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 لا، بس إحنا في آخر خواتيم المعركة بتاعت الكرامة دي قاعدين نكشف الخوان الحقيقيين دي اللي هم الليلة بتباروا في إضعاف القوات المسلحة وما بيقدروا يضعفوها لأنه ديل في العساكر في الواطن ديل دعم سريع شالين كلاشات راس عديل ما بيقدروا عليه. خليه انتو بالكلمة بتاعت الباطل بتقدروا على القوات المسلحة لا تستطيعوا. تكلم عن مدرمان الجيش متقدم وإنجازات، كانوا بيبقوا على الكوبري بتاع شنبات، أبقوا على المواطنين اللي قاعدين في الفتيحاب محاصرون الدعم السريع. لو سألت أي زول في الفتيحاب المقفل المداخل والمخارج الفضة السوق حقكم منه القفل الصيدليات منه حيقول لك الدعم السريع. كنا نتمنى حملة الحرية والتغيير وتركيزها لأنه بيجي بيقولوا حاجة اسمها المغلوب المواطن هو المغلوب على أمره. أنا لما نزول يكتب لي الحاجة دي حتى لو موالي للقوات المسلحة قاعد أحذف تعليقه وبحذره، وعارف في ناس بعرفهم كويسين ومعانين وقاعدين في مدرمان لما نكتب لك الحرب دي جاد على المواطن المغلوب إن شاء الله تقيف ولا إنه إحنا المواطنين المغلوب، أنا الكلمة دي أصلا ما بتقبلها. ما في سوداني مواطن مغلوب، ما تقول مواطن، إحنا ما مواطنين، إحنا جيش يا زول، إحنا جيش الآن، إحنا جيش، إحنا مع الحق واقفين مع الحق بأي شكل إن كان. وانت قاعد في الخرطوم دي ما بتعمل اي حاجة، ما بتعمل اي شيء، لا طلعت لا مشيت استنفار لا مشيت دفعت في مبادرة، نايم وبتاكل وبتشرب بحقك، انت جيش
انت جيش بالمناسبه، ما لا ما دام انت ما وقفت مع في جيش قحط ولا مشيت الدعم السريع ده دخلت مع انت جيش برضاك غصبا عنك. احنا جيش ما تقول لي مواطن مغلوب على امره، احنا في محنه كلنا. لما الليله انا جاي اتكلم عن نموذج الفتيحه، دارين شنو انتوا في الفتيحه؟ دارين القوات المسلحه تمشي تحرر لنا الفتيحه ليه؟ لانه المواطنين محاصرين يا صرفه. قصدي احنا طلبنا من الجيش يعمل كده ليه؟ والله الدعم السريع محاصر الناس، الدعم السريع محاصر القياده ذاتها، محاصر الجيش في المهندسين، محاصر الجيش في 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 نياله، محاصر الجيش في الضعين. انا اكلم الجياش ده اقول له معلش عليك الله يا اخي، انت ذاتك محاصر واولادك محاصرين، زي ما الليله شفنا القصه اللي بتوجع القلب، ضابط شهيد اولاده مشوا عزوهم في مدرسه بتاعت في مدني، لاجئين في مدني، والوالد هذا طردهم من المدرسه. بعدين لو في زول عنده علاقه باسره الشهيد ده يتواصل معانا، في زول قدم لنا بيت جديد ما في زول سكن فيه، بيعفش جديد في مدني، دي هديه لاسره الشهيد واطفاله. من سنتين وثلاثه وانت طالع لما نقوله ما دارين يقعد في البيت. ووصلتنا برضو دعومات ووصلتنا ناس يتفاعلوا مع فدراكولا، بعدين نشوف الحاصل، حاول شوف لنا طريقه نتواصل بها مع اسره الشهيد. انا اقول لعساكر القوات المسلحه والناس العمل الخاص، السلام عليكم كيف اخباركم يا اخي، ممكن تمشوا تفتحوا لنا الفتحاب؟ ايوه حنعمل شنو عشان نفتح الحصار بتاع الفتحاب؟ حنواجه الدعم السريع، في احتماليه نموت يا صرفه؟ والله يا اخي في احتماليه تستشهدوا. ايوه نقدم دمنا للناس الفتحاب ليه؟ والله لانه احنا قلنا لكم نعملوا الحاجه دي، احنا ناس العمل الخاص جينا نقدم ارواحنا للبلد دي، بتلزمونا بحاجه؟ ما بنقدر نلزمكم طبعا. هل ده شغلنا؟ لا، احنا جينا شنو؟ متطوعين. لما تقول لي البرهان بايع والبرهان خاين والجيش بتاعكم بايع، البلزم الجيش حسي انه يضحي عشاننا شنو؟ لما انت تكون قاعد في مكيف مدفوع لك، او قاعد في دولة أوروبية، أو مطالب اللجوء باسم القوات المسلحة، أو هارب من البرهان زي شبشب الملك المؤسس، يتكلم عن إن الجيش المفروض يعمل، الجيش الفرض شنو إنه يعمل حسي؟ ما أنت بتقول له يا جيش أنت عاجلا أو آجلا حسلم حامية جبل أولية، اللي بخلي الجياش يدافع شنو بعد كلامك ده؟ ثاني يوم تجي تقول لي وبتدافع عن جيشكم، انت ما قلت امبارح انه عاجلا او اجلا الجيش حيسلم جبل اولياء، عاجلا او اجلا الجيش حيسلم الضعين، طيب بتطلب منه يحرر لك الفتحاب ليه؟ ما تخليهمش بيتهم. احنا ممكن نتكلم مع الجيش بلغتين، اللغه بتاعت الحريه والتغيير دي اللي بتسترخص في دماء القوات المسلحه وفي مجهود ومجاهدات القوات المسلحه، اللي هي بتقول لهم انتوا اصلا عاجلا او اجلا انتوا جيش فلول، انتوا حتسلموا، انتوا حتهزموا، يا اخي سلموا. لما الليلة دي يقوم يعملوا انسحاب تكتيكي يقول لكم ما قلنا لكم جيشكم جبان، يا اخي ده اسمه انسحاب. لا لا ما في انسحاب، ده ما اسمه انسحاب، ده جيشكم جيش الفلول بيسلم. طيب يا اخي عندنا مشكلة في الفتحاب، ما تكلموا الجيش ده يمشي، يا جيش ما تمشي تشوف المواطنين يا جيش الفلول. تداروا بس يقدم روحه في الفتحاب عشان ينقذ المواطنين، الدعام المحاصر المواطن في الفتحاب هو محاصر الجياش ذاته، والله العظيم يقوم يطلع من الباب ويكسر الحصار ده من المهندسين عشان يمشي يطلع اهلك القاعدين في الفتحاب. تداروا يعمل كده ويقدم روحه، ونجي في النهايه احنا بكل هدوء نقول والله يا اخي الجيش ده ما قايم بيواجه، يا اخواننا احنا البلد دي محاصره بسم الله الرحمن الرحيم، لا فرق في الدماء، ولا انك لابس كاك ولا لابس ملكي، احنا لا فرق في الدماء واحد، الخطر ده محاصر المواطن ومحاصر القوات المسلحه ذاتها. احنا دارين القوات المسلحه تطلع من الحصار ده وتضحي بروحها عشان تيجي تطلع المواطن المدني من الحصار حقه، بعدين نجي نقول الجيش ده والله يا اخي ده جيش فلول، والجيش اصلا منهزم، والجيش ده اصلا مفروض يسلم. والكلام ده ما قلته انا، قالوهم هو ده كلام القحاته ومدفوعي الاجر من الدعم السريع. يعني انت لو كنت في اعلام الدعم السريع لا يمكن كنت تكتب كلام زي ده، ولا يعقل انه في بني ادم ممكن يقول كلام زي ده. حلو. في واحد اسمه مكاوي الملك قال تمت عمليه اجبار ابناء الرزيقات بالفرقه 20 مشفي الضعين على التسليم لميليشيا الدعم السريع الإرهابية بتواطؤ الناظر الجنجويدي ووكيله سعيد مادبو وأهالي المرتزقة والمدينة،
وقد قاموا أيضا بتسليح شباب المدينة من الرزيقات واعتدوا على عدد قليل من أفراد الفرقة، والملفت قد حدث ذلك دون أي مقاومة. الحصل شنو الليلة في الضيعين يا أخواننا؟ الضيعين معقل معاقل الدعم السريع، قبال 9 يوم 10 يوم القوات المسلحة صدت أكبر هجوم من قيادة الدعم السريع على الضيعين، والفيديو قاعد وممكن غسان ينزلوا لكم حسي، حتى منتشر في حتات انه هو ده الليل اللي حصل، ده ما حصل الليل. الحته الوحيده اللي كان ما في زول بيصدق انه القوات المسلحه تثبت فيها جاردي وترد فيها قوات الدعم السريع هي الضعين، حصلت قبل 10 يوم. طرف انت بتدافع للقوات المسلحه وانت سايقنا في، اسمع الكلام اللي انا حقوله ده الحاجه الحاصله. بعدين انت دار تمشي معي مرحب، ما دار تمشي معي مرحبتين. لقيتك معلق بحذرك. احنا منتصرين وحننتصر، بعدين ما فيك حذرك ده. حاضر، وانا قلت لك بسلمك البلد دي مفتاح، وخلقتك ما دار اشوفها وماشي الجزائر. انتوا كل دقيقتين بتاكدوا لي انه ما مفروض امشي الجزائر بعد الانتصار. احنا نعمل اللايفات دي من الجزائر ما من هنا. هسي ذاته اللايف ده المفروض احنا نعمله من الجزائر، خلاص ذاته. الزول قاعد في الضعين، انت قاعد في الضعين؟ لا، ابوك قاعد في الضعين؟ لا، امك قاعده في الضعين؟ لا، اخوك قاعد في الضعين؟ لا، زول من ناس الضعين عنده تواصل حكى الحصل في اكثر من مصدر اعلامي، قالوا الحصل في الضعين. ما في زول ما عارف انه الضعين دي معقل من معاقل الدعم السريع. الضعين زيها وزي اكثر من 7 ولايات في الغرب وفي وسط السودان. الولايات دي من اول يوم فكوا الطلقه جابوا صوره بتاعت اخوان 2 وابوهم. الاخوان واحد دعامي واحد بتاع جيش، في حلة واحدة في حتة واحدة، كل واحد قاعد في حامية عسكرية، واحد تابع للدعم السريع واحد تابع للقوات المسلحة. ده الذي يحدث في دارفور، كل ولاية دارفور البلد مقسومة على 2، يا جيش يا دعم سريع. لما أول طلقة فكاها الدعم السريع في الخرطوم بإيعاز من الحرية والتغيير، تمام، ناس لا للحرب حسي اللي هم قالوا يا إطار يا حرب، الناس قعدوا الكبار قالوا يا أخواننا إحنا نصل الاتفاق، البنتصر نلبس الكاكي حقه. جينا قلنا الكلام ده وكنا قفلنا الموضوع ده تماما، انتهينا من الحاجة دي. 4 5 شهور احنا ما عارفين الذي يدور في دارفور، الناس منتظر البنتصر منه. قالوا احنا دم واحنا اهل واحنا بيت واحد، ولدنا في الجيش وولدنا في الدعم السريع. اتفقوا قالوا لو انتصر الجيش ولدنا في الدعم السريع يلبس كاكي بتاع قوات مسلحة، وقالوا لو انتصر الدعم السريع ولدنا في الجيش يلبس كاكي بتاع دعم سريع، ونحسم القصة. الاتفاق ده حلو يا اخواننا، بالنسبه لهم ممتاز، احنا ما عندنا فيه اعتراض. قبل 10 يوم الدعم السريع دخل الضعين، اتردى واتصدى من القوات المسلحه. حصل اتفاق من قبيله كبيره تعد من قبائل الرافده للدعم السريع باولاده. احنا اي زول قبل ما يخش الكاكي بتاع الدعم السريع ما بيعنينا قبيلته منه، ولا بيمسها ولا بنسالها، ده شعارنا والناس متفهمه. اول من تلبس الكاكي بتاع الدعم السريع احنا دايرين نقتلك. انت كنت عمنا، كنت اخونا، كنت ابونا، لابس كاكي بتاع الدعم السريع انت بالنسبه لنا هدف. محل ما نلقاك حنوديك لي الله، بس قبيلتك انتمائك خرابيطك دي كلها مع روحك، ما بتعنينا في حاجه، ولا بتزيد قيمه عندنا، ولا بترفع من شانك، ولا لانه ولا حنعفيك، انا ما حنعفيك. انت منو لابس كاكي بتاع الدعم السريع داعم للدعم السريع؟ انت حتمشي لأ الله بس. هذه واضحه؟ واضحه. حصل اتفاق انه يا اخواننا يا اخو الله الدعم السريع حاصر الضعين، والضعين دي جوا الملكيه والمواطنين هم اساسا عندهم انتماء قبلي مع مجموعه كبيره من الدعم السريع. قالوا ده ولاد عم لينا، يا داخلين الحاميه العسكريه، الغرباء من الحاميه في الحاميه العسكريه دي اطلعوا الليله، طلعوا ما اقل من ما اكثر من 254 عسكري، ديل ما عندهم علاقه بالضعين نهائي. الباقين كلهم الليله الصباح مشوا بيوتهم، خلوا الحاميه العسكريه فاضيه، بيوتهم جوا الضعين دي، عندهم انتماء قبلي لمجموعات دعم للدعم السريع. قالوا احنا نخرس الفتنه دي، يا اخواننا احنا ما دارين مع الجيش. يا جيش نعم شيل حاجاتك يتخارج، الجيش عمل شنو؟ ما فك ولا طلقه، خير يا اخواننا، عديله وزين. بس يتذكروا المنطقه اللي بيكون فيها الدعم السريع هي بالنسبه لنا هدف عسكري. اذا قاموا مواطنين قالوا للجيش اطلع قفل الحاميه بتاعتك دي وتخارج لنا من هنا، الجيش قام عمل العمليه دي بالنسبه له الحته دي متمرده، والمواطنين اللي فيها بالنسبه له مقاتلين. انت مش طردت الجياش ده هاي بكره ما تتبكى من الدعم السريع. احنا الدعم السريع ده ما حنجي ندافع لك منه، انت ما كان تمرق مع الجيش. يا مواطن اللي قاعد في الحته الفلانيه
الدعم السريع طرد الجيش منها لاسباب، او الجيش انسحب. انت قاعد مع الدعامه، انت دعامي، نعم انت دعامي، ما تيجي بكره والطيران والمدافع احنا هنبل الدعم السريع محل ما قاعد. انسحبنا، عملنا تكتيك، ده موضوع انت ما تناقشني فيه حسي، نتناقش في وضعك انت ده حسي. القوات المسلحه دي مرقت من الضعين، اي انت زول شريف وطاهر وزول مواطن، اي كان تنزح معاهم، اي لا انت ما عز واشرف على الله من النزح. مرقوا الناس من نيالا، مرقوا الناس من الفاشر، مرقوا الناس من بحري، مرقوا الناس من الصبابي، مرقوا الناس من الحاج يوسف، مرقوا الناس لانه الدعم السريع خش الحته واحنا ما دعامه. الواحد يتحمل الشقا ويتحمل العذاب ويتحمل الذل ويتحمل الغربه لانه ما حيقعد في حته فيها دعم سريع. انت قبلتها، اي احنا الناس راجعين لهم وما تم الساعات رجعنا احنا. احنا رجعنا، لا يمكن تحاسب الغايد اثناء المعركه. الكوره شغاله، بقولوا للمدرب البرهان بتاع المنتخب ده، مدرب المنتخب السوداني اسمه البرهان، بكور كل الجماهير من برا، طلع عمر بخيت، دخل غيثم مصطفى يا ريف يا اخي، ما بتشوف انت؟ ما بيقولوا ليه يا ريف قوم شيل حاجاتك اتخارج امشي بيتكم، ما بتحصل. وكثير من الكور دي هلال مريخ بيكون المدرب بايع عادي، ده مجتمع الكوره، بيجيب الليل بيقول لك اسمع اللاند كروزر داك شايفه نظلله لك ولا نجيبه ساي، بس خلي عليك الله هيثم شنو بعدين ما يبين لنا شديد، ادينا واحد اثنين عشان عندنا نقط ثانيه. بتحصل. تحيه لهيثم. بتحصل. الكوره شغاله، ما بتقول للمدرب اطلع امشي بيتكم، وانت عارف انه ممكن يكون عنده اتفاق مع ناس المريخ، انت عارف المدرب بيكون عنده اتفاق. بتقول له طلع عمر بخيت دخل هيثم. ما بتقول للمدرب بتحاسبه، ما بتحصل الحاجه في خلال الساعتين، ما بتحصل. المعركه الشغاله ما بتجيب الغايد تقول له اسمع احنا الغايد ده ما طابور، ايوه الزول ده مش ماشي مع جنوده، ايوه شايل كلاشه، اي ما بحاسبه في المعركه دي. حاجه انت ما مستوعبها عزيز المواطن، لانه في حاجات انت احساسك ورؤيتك ليها بتفرق من الزول في المعركه. كل حاجه عندها حسابات المختلفه. واحده من حسابات القوات المسلحه في الكتالوج حقها انه هي تدافع او تهاجم او تنسحب، ثلاثه دي متاحه له بما يراه في المعركة من مناسب. أنا أعمل شنو حسي؟ أحافظ على روحي. أنت قاعد في مصر أو قاعد طالب اللجوء في بريطانيا أو قاعد في أمريكا زي شبشب الملك المؤسس، بتوجه ناس في الضعين والمعركة شغالة، بتقول لهم أطلع أرجع يا جبان يا خاين، تعال شيل كلاشك خش معاهم. صرفة أنت تتكلم الليلة مشغل لنا محمود والحامية بتاعت الضعين سقطت، بيبي يسقط رحمك، تعال شيل الكلاش خش معاهم. نعم خش معاهم، في عندنا بنات مستنفرات، ما الدراما بتاعتكم دي ما انا حشغل محمود، يسقط السودان كله حشغل محمود اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم حشغل محمود، انا حشغل محمود، انت ما عندك معي شغله، المعاد بك شنو؟ والله جيشكم قاعد ينسحب، ما تمشي انت تخش تقدمي طيب، المنع انا داير زول فيكم حسي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي ورقه فاضيه جبتها معي عشان نكتب الاسماء في اللايف، ده قلم اديني لست دار لست بتاعت الناس المناون والبرهان انه يدافعوا عن حاميه الضعين. انت سايقنا والبرهان ذاته سايقنا، انا سايقكم والبرهان سايقكم، وانا سايق البرهان بالمناسبه تكون فاهم. اديني لسته، اللسته دي داير زول البرهان قال له ما تمشي الضعين، تفضل. قصدك في العساكر والمدنيين، العساكر والمدنيين زول ضرب له البرهان قال له ما فيكم راي يمشي الضعين يحررها، تفضل. اديني اسمك، انت زعلان في شنو؟ البرهان منعك وين؟ لقاك وين؟ زول البرهان قال له ما تحرس بيتك في الخرطوم، تفضل. اداكم الخيار اوبشن، ما اداكم له زي ما الجيش. الليله كنت بشوف في تقرير عن اسرائيل والازمه حقتها. 70% من شركات الالكترونيك في العالم مقرها في اسرائيل، طبعا الهاكين والما عارف شنو والبورصه والبتاع مقرها في اسرائيل. المهندسين الشغالين كلهم جيش احتياط، 70% من الشركات قفلت. لانه من المدير لحد الغفير كلهم في جيش الاحتياط. انتوا البرهان ما ناداكوا الرجاله، ما هي الخدمه اللزاميه البطاقه دي، انت بتستدعى في 5 سنة بالرجاله ولو خالفت تخش الترباس. عشان كده نتنياهو في 3 ساعات جاب له 300,000 مقاتل، انت قاعد تتفاصح. انت قاعد تتفاصح. جيشكم انسحب، جيشنا عنده في التكتيك حقه 3 حاجات، يدافع يهاجم ينسحب تكتيكي. ينسحب قالوا يا اخي حفاظا على النسيج الوطني وحفاظا على العلاقه بين المواطنين والقبائل وكذا، احنا كجيش بنجيبها في روحنا، احنا ما رجل لكم مع السلامه. لكن زول خش الحاميه دي الكتيبه 20 مشاة
حمية الضعين دي احنا حنبله. وفعلا الناس خشوا وجاء الطيران بلاهم. في زول عنده حاجة معانا؟ الطيران بلاهم في الضعين. عندكم حاجة معانا؟ اي احنا بنقاتل بالجيش بالطيران بالمشاة المدفعية. عندنا كل الحاجات دي متاحة. زي ما انت عندك متاح قرار بتاعك لما ندوك انت الملكي والمدني ده والجيش ما بعين لك. انت عمل لنا الميزانية السنوية. تخيلوا في تاريخ انشاء الدول الحديثة وتاريخ انشاء السودان من 56 ما حصل مرة تحت اي ظرف من الظروف ما كان عندنا ميزانية بتاعت اقتصاد او ميزانية في الدولة الا في السنة الحكم فيها حمدوك. بدلينا سنة 2020 عمل لنا رهاصات قال عندنا 250 ألف وظيفة. الناس فرحت أوه عطالة أوه شغل أوه 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 حقية للمقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم ما شغل ولا زول بدأ يرفد في الناس. السنة البعدية 21 وين ميزانيتك يا حمدوك؟ الجيش ما بيسألك بيقول لك أنت ليه ما عملت ميزانية. الجيش ما من حقه يتكلم مع رئيس الوزراء أو يتكلم مع الحكومة المدنية ولا هم عبيد عندكم يموتوا تنادوهم وقت الموت وتهربوا وتضبطوا أموركم. جيشكم انسحب ما كده انسحب ما تيجي أنت تمشي قدام أنت المالعك منه. الديني لست بس قل لست قاعد الديني زول البرهان قال له الليلة ما تخش جبل أولياء. تفضل الحامي بتاعتكم في جبل اولياء سقطت دارنا سقطها. انت ما عجبك الموضوع ده اي احنا جيش قلنا تسقط. انت ما عجبك اي منعك البرهان منع منه يمشي جبل اولياء يرجع الحامي. البرهان منع منه يستنفر في القوات المسلحه. البرهان منع منه يقتل له دعامي. البرهان منع منه يقفل له شارع لامداد الدعم السريع. منعكم وين البرهان؟ انت ما دار تعملها. انت ما عاوز تعملها ما تفتش لك شماعه. مشكلتي معك حس يا مواطن انك بتفتش في الشماعه. ما هون ديل المتخصصين. احنا عندنا 6 شهور الحرب دي ندور المعسكرات مفتوحة. انت دار شنو؟ دار نتدرب حلو. احنا المعارك بتاعت حرب المدن عندها بروتوكول. واحدة من مزايا حرب المدن انك ما بتحتاج لتدريب شديد. 6 شهور كفاية جدا. 6 شهور بتتدرب على 3 اسلحة. واحد بتخترق به درع. واحد بتضرب به دروع وحاجات مسافات بعيدة. وسلاح شخصي. كلاش. جرانوف. جرانوف. واربي الثلاثة قاعد يشيلون أولاد المستنفرين. الدعامة لما يجوا اختحموا حتة بوقفوا التاشر في الزلط وبينزلوا بكلاشات وبيركبوا مواطر. حجتك شنو انت؟ انا واحنا طبعا اخي انت بتحب الدنيا خلاص. الزول ده الجيش مفروض يدافع عن الحامية العسكرية يدافع عن الوطن. لكن لما نجي للجيش نقول له ما دخلتوا المعمورة. اسمعت ده جيش ولا بتاع دليفري يصلوا لك لحد بيتك صرفوا ما جونا في بيوتنا. ما ده ما شغل الجيش يا. ده ما شغل. دي حرب المفروض نكون احنا المواطنين قافلين المعموره مؤمنين المعموره. الجيش مؤمن لي كباري. الجيش مؤمن لي السد. الجيش مؤمن لي المناطق الاستراتيجيه اللي ممكن تخترق. ده شغل الجيش. لكن الجيش هسه قاعد لي ما خشيتوا حرسوا مصفات الجيش اللي ما في مواطنين هنا محاصرين دارنا سوين في كرري. لا طب اعمل لك شنو الجيش؟ الدعم السريع استعان باجانب شفتهم قدامك انت. الليله القوات المسلحه لما تتكلم عن الجيش بتاعنا بيستعين بمصر. زلينا في الموضوع ده منه؟ زليني صلاح مناع. زليني شبشب الملك المؤسس. زليني ما عارف اولاد الامارات الجزم ديل قاعدين في الشقق المشابهه ديل. استعنتوا بمصر. احنا بنرد عليك بحاجه واحده. شايف المملكه العربيه السعوديه دي ولا ما شايفها؟ المملكه محمد بن سلمان تركي على الشيخ شايفه؟ ايوه. قام مشى عمل له حاجه اسمها عاصفه الحزم. سلمان. مالك يا سلمان قال احنا خشينا اليمن نقتل المواطنين والاطفال عشان ما يجينا الحوثي داخل لنا هنا. وانت عندكم شنو بتعملوا فيه؟ قال عشان ما يخرب لنا موسم الرقيص والدعاره اللي بنعمل فيه ده. وما في حاجه ثانيه غير كده. قام سلمان ده عمل حاجه اسمها عاصفه الحزم. استعان ب 60 دوله. من 60 دوله استجابت الامارات واستجابوا الصعلق العولق السوادنا والدعم السريع والقوات المسلحه وتاني ما في. السعوديه حاسه ما مستعينه بالجيش السوداني. ليه؟ لانها معركه بتاعت بالنسبه ليها معركه وجود، معركه تامين امن قومي، تدخل اجنبي. يا اخي السعوديه دي ذاتها عندها حرب الخليج الاولى دخلوا فيها الامريكان والمصريين والصربيين والروس. ما فزول ما جابوا فيها الا السودان. الدعم السريع اللي هو القوة الغير شرعية ولا حاكم الدولة الليلة بيستعين بالنيجر وبيستعين بتشاد وبيستعين بروسيا وبيستعين بفاغنر وبيستعين بأمريكا وبيستعين بالإمارات. الهام في السايق ده العربية المدرعة دي مصنوعة في الإمارات. الدعم الحرية التغيير بدعاء الله. لكن أول من إحنا يقول يا أخواننا بنقاتل برانا جيشنا بيقاتل فيدل براو. لما نجي للمواطنين صرفة والله إحنا جيش كوندنس
بيبي احنا وريناك انسحاب القوات المسلحة، والله الوضع هناك ما ظريف. اي حتة في دارفور الوضع ما ظريف، الموضوع بيخش الجيش حيواجه المواطن. الموضوع ده الجيش بيقدم المواطن على مكسبه العسكري. يتخلى عن الحتة، اتفضلوا دي احرسوها براكم. امرقوا لنا من الضعين هاكم احرسوها، بكرة الصباح ما نسمع البيكة. لكن الدعم السريع ده حيبيدك وحيبلكم كلكم، حيعزلوكم. لما ما يلقوا زول يقتلوا الدعاوى قاعدين يتكاتلوا في بعض. يجي بقول لك والله الدعامة الليلة في خلافات بينه، لا لا قاعد يتكاتلوا. حيجوك انت طبعا، حجينا احنا ذاته، انت حتيجي تفتشنا وين الحامي حقتكم؟ اقسم بالله حتيجوا زي ما الحرية والتغيير الليلة خاطبت البرهان بانه رفعت له مذكرة وطلب لغاء مستعجل. ما قلت لك حتيجي انت، ما حتمشي انت، ما تسمع الفصاحة دي. احنا الجيش، احنا الدولة، احنا الاساس، انت حجينا. براكم قلت حس الجيش يطلع، لانه المكون القبلي في الضعين لا يستحمل اي انحياز. ملصوا الكاكي بتاع القوات المسلحه وقلت احنا قلنا لكم خير وعديل وزير. الناس مرقوا، مرقنا بعدين فوتنا 15 كيلو من الضعين. الدعم السريع عمل القوات المسلحه كمين، مع انه مرقوا بتعهدات من نظار وناس عندهم كلمه وكبار. 15 كيلو من الضعين عملوا لهم كمين. الجيش الحمد لله وصل بابانوسا، واما بابانوسا والفرقه 22 وكل الامور طيبه. من هنا بنوجههم نقول لهم تمشي طوال اللبيد تعمل شنو بجيشكم بين مواطنين في بابانوسا، امشي طوال اللبيد ارتكزوا الدعم السريع هو جاي هناك، تكونوا جاهزين له. المره دي تبلون تكتلون، اللبيد ما فيها انسحاب، اللبيد ما زي الضيم، اللبيد ما فيها انسحاب ولا فيها مكون قبلي ولا ما قبلي. لو الدعم السريع خش اللبيد معناه اي مواطن شريف في اللبيد مات، واي عسكري استشهد. بس تكونوا فاهمين دي. قلنا الوضع في الضعين يا اخواننا، ده زول من الضعين كتب الكلام ده في تويتر. قام الناطق الرسمي باسم الدعم السريع الحميتي حي ما كان كتب الكلام، قال الحمد لله انتقلنا من مبررات الانسحاب التكتيكي ووجدنا سبب جديد وهو خيانة الرزيقات، لكن الأخ لم يحدثنا عن جبل أولياء وأكثر من 50 موقع عسكري سقط قبل الضعين، هل كان بها رزيقات أيضا؟ يعني فوق المكابرة واستغباء الناس كمان عنصرية مبتزلة وجهوية مقيتة، دعوها فإنها منتنة. أول حاجة دعوها فإنها منتنة، الكلمة دي أنت شايلة من حديث، وأنت زول ما مؤمن لا بالله لا بالرسول يا بتاع يسري فودة. انت عارف يسري فودة طبعا زول غير الحاد، وبيكتب بيسيء في النبي والنساء، النبي ده قدوتك، واللي انت فرحان بتقول انه بنته رسلت لك كتب هدية، ما لقيتك عواليك ورسلت لك بالمجال، لانه يسري فودة ما كان في زول بيقرا له غيرك انت. ويا ريتك لو قريته كان هسي عندك واحدة من المعضلات او المشكاليات او الاسئلة في الدين اللي بتجبر الشيوخ يرد عليك. اول حاجه موضوع دعوها فانها منتنه، دي بالبدايه. لما انت تخاطب الشعب السوداني يا اغبياء يا مستغبين، ده ما دي ما عنصريه، ده سي ما عنصريه منك. يعني مزايا انت شايف ان احنا اغبياء وانت الذكي الوحيد الفاهم شنو المزايا شنو كده. انا ما بقول لك انت جاهل بتتباهى بجهلك، حلو. طيب حسي هو قال شنو؟ زول من الضعين قال السبب اللي حصل قام ده في قبيله الرزيقات. ما قاعد انت دار تنكر انه الرزيقات قاعدين في الضعين؟ يعني قاعدين في الضعين الرزيقات، والناظر حقهم خاطب زي ما في الجوامع في الجموعيه في الجبل، قاعدين في قبائل موجوده. انت الموضوع ده ما الليلة بتنكره، لا لا قاعدين الناس دي مواليه، في ناس معارضه للجيش، الموضوع ده ما بتنكره. قال الزول ده قال كده، قال يا اخي تمت عمليه اجبار ابناء الرزيقات بالفرقه 20 مشاف الضعين على التسليم لميليشيا الدعم السريع. جبرهم منه؟ جبرهم اهلهم والنظار. امبارح بالليل بايتين جوا الفرقه، صحوا الصباح طلعوا الكاكي حقهم ومشوا لاهلهم. حصل الكلام. قال بتواطؤ الناظر الجنجويده ووكيله سعد مادبو واهالي المرتزقه والمدينه، قد قاموا ايضا بتسليح الشباب المدينه من الرزيقات واعتدوا على عدد قليل من افراد الفرقه. ده اللي حصل الليل. الرزيقات دخلت روحها في مشكله مع القوات المسلحه، بنعرف نحلها كيف. ده موضوع ما فيه اشكال. لكن اخونا ده قال شنو؟ قال الحمد لله انتهينا من مبررات الانسحاب التكتيكي ووجدنا سبب جديد وهي خيانه الرزيقات. لكن الاخ لم يحدثنا عن جبل اولياء واكثر من 50 موقع عسكري. انا بحدثك عن جبل اولياء واكثر من 50 موقع عسكري. البارحه عقب الخلوق ما ناموا، تاع واحده صباحا خرج الانصرافي في لايف، قلت لك يا اخي جبل اولياء دي انت مش جبالك رفعت منها احداثيات، انت وخليفه دنقر، انت مش خليفه دنقر ده معاك، مش شغالين في نفس الحته بتاخدوا نفس الاوردر. انت الليله كمان عندك فضيحه ثانيه، قلت مصدرك جايب لك حاجه من كاتبه دعامي يتكلم عن هروب علي كرتي، الناس لما فتشوها لقوا المصدر بتاعها كاتبه دعامي، وانت شلتها فرحان. انت موضوع الدعم ده انتهيت منه يا شبشب الملك، انتهيت منه خلاص.
امبارح انت دار تتكلم عن الجبل، نتكلم لك عن الجبل. الجبل الدعم السريع خشه وحصلت انسحاب تكتيكي من القوات المسلحه، عمل التفاف الساعه 6:30 دق ارتكازاته وشغلت مشيت في الجبل وبل في الدعم السريع. مرت اكثر من 26 ساعه الدعم السريع لم يخرج لنا فيديو من الجبل الاولي. الدعم السريع طلع فيديو بتاع طيران ضربهم وكتلهم ونزلوه وجابوا في القناه تحت العربيه قالوا الطيران استهدف لنا 7 من قواتنا استشهدوا، كتبوها في قناه العربيه. انت الفيديو ده ما نزلته ليه؟ خلاص الجيش انسحب وجبل اولي سقطت واي حاجه. في فيديو مهم جدا نزل في القنوات العالميه انه الطيران بتاع القوات المسلحه بل الدعم السريع امبارح، والدعم السريع صور الفيديو ده ذاته. احنا كنا نتمنى منك حياده ده وانك انت تكون زول منصف وحقاني تنزل الفيديو بتاع القوات المسلحه. انا اتحديتك امبارح 26 ساعه حسي، قلت لك جيب لي فيديو من الحامي بتاع الجبل اولي، خليه من السد بتاع الجبل، ما تكتب ساي، انت ما تكتب ساي. قلنا لك الجيش انسحب لسبب والجبل ده ما بيسقط باذن الله، حاضر؟ قال له اثبت احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان، احنا نتكلم عن جبل اولياء، اثبت جبل اولياء فما عليك الا شهيد وشهيد وشهيدان، ما في حاجه، الجبل ده قاعد. الجبل ده قاعد، الموضوع ده منتهي، الوضع بتاع السودان ده وضع مريب وغريب ووضع مكركب شديد. قال له زول كاهن كده بالراحه يفرتقوا، لو تكلمت عن الحركات المسلحه وتكلمت عن الهادي حجر وتكلمت عن الطاهر ادريس وتكلمت عن جبريل وتكلمت عن مناوي، انت بتتكلم عن قنبله موقوته بتفجرها في توقيت الناس كلها ممكن تطلع ضد القوات المسلحه. اخروا مساله الاقاله حقتهم لحد ما المواطن في دارفور قال الحركات المسلحه لا تمثلوني. البرهان عليه شنو؟ قال لهم جدا نشيل لكم الزول. حصل ولا ما حصل؟ لما الدعم السريع بتاعك يا هشام لما احتل نياله واحتل الفاشر ودخل المواطن عمل شنو؟ قال يا اخواننا دل وين الحركات المسلحه؟ طوالي جبريل ومناوي مش عملوا مؤتمر صحفي، قالوا احنا انحزنا للجيش، البرهان بيكشف والجيش بيكشف، لكن اليوم اللي كان الجيش قال له يا حمد لبرهان قال له جبريل ولا قال له مناوي يا اخي اسمع هو انتم ما نافعين سلموا، كان الناس طلعت كلها. كيف الجيش عنصريه حقيقيه كانت؟ العنصريه الحقيقيه، وانت ما بتوجهنا، يعني انت شبشب الملك ما عندك اي مقوم اخلاقي انك انت توجهنا باي حاجه. ما بتقدر تقول لنا دعوها فانها ممتنه وبتاع، انت اللي بتتكلم معانا ايه الغبي دي؟ ايه الحمار دي؟ ايه الشعب الغبي دي؟ انت هسه بتنبذنا كلنا، واستعلاء يا ريت لو تكون فاهم حاجه، انت زول محاسب بالبزاغ. انت برنامج بتاع حسابات في كمبيوتر ما عندك، انت بتحسب بالبزاغ. بالبزاغ يا حبيبنا. اغلى حاجه فيك الساعه بتاعت ابل اللي لابسها في يدك دي، ثاني ما عندك حاجه، كلك كده ما فيك اي شيء نافع، ما فيك اي حاجه نافعه. بتوجه لنا الخطاب او ما تتكلموا عن جبل اولي، اتكلمنا امبارح عن جبل اولي، تحديناك وتحدينا الدعم السريع وتحديتكم كلكم، قلت لك نزل لي فيديو من جبل اولي، انتوا العربي ده ما انا ما عارف معقد اسمعوا الجبل انسحبنا وجينا راجعين بلينا الدعم السريع، الراجل فيكم حس يخش الجبل. نزيدك في الشعر بيت، قبل 9 يوم لما الدعم السريع ده دخل جبل اولي وقام الخليفة دنقر اتكلم عن انه الجيش وما الجيش والجبل، قام الدعم السريع انسحب، كتب بوست انا نزلته هنا، بحب انزل له الواد ده، انا عارفه غير مؤهل وسايكو ومحتاج علاج وكده، لكن يلا ما دام انت بتتمسخر في الحاجه الكبيره نتمسخر فيك. المفروض اهلك يلموك يعالجوك وكده، فاكنك فينا وفاكنك في الجيش، احنا نوريك نعالجك احنا. الجيش بل الدعم السريع خلاه يطلع من الجبل وهربوا، دخلوا على الجمعية قتلوا لهم 3، الجمعية طلعوا 7000، الدعم السريع بقى لايز بهناك هزول عرد وما عرفوا يمشوا على وين، وبقوا مجانين دارين يفتحوا لهم منفذ. مفروض طوال الشبشب الملك يقول والله يا أخي تصدت القوات المسلحة وكبتت الدعم السريع وميليشياته خسائر، ما كتب الحاجة، ساكت ساكت 9 يوم ساكت. خليفة حفتر قام كتب شنو؟ خليفة دنقر كتب قال الجيش يتصدى والدعم السريع ينسحب. أس أنت الانسحاب ده ما زعلان فيه؟ زعلان في انسحاب الجيش وبتذلنا، أنت لما كتبت عن الدعم السريع اعتبرته انسحاب انتصار، اعتبرته تكتيك يا خليفة دنقر. قلنا لك أس جبل أولي دي مش قاعدة يا إخواننا بالليل ده، حس مش قاعدة جبل أولي، وديك الدعم السريع قاعد جوا اللي طلعوا فيديو.
طلعوا فيديو واحد من الجبل بس انت مالك بتتفاصح. شرحنا لك الوضع بتاع الضعين والاقاليم بتاع الدارفور والولايات بتاع الدارفور، حساسيه الموقف هناك، وانه الكاكي ده لو يتكلم في اي حته الموضوع ده حيشتعل حرب اهليه، والناس دي كلهم حيقفوا ضد القوات المسلحه رغم انه القوات المسلحه بتحمي في المواطن في دارفور، لكن التركيبه القبليه، وانت لو الموضوع ده ما عاجبك والموضوع ده انت ما شايفه صح، انت ما اتفقت مع مناوي ليه في جوبا؟ انت اديت مناوي ده صيغه القبلي ووزن ليه؟ وكتبت عارفين خمسه تاتشرات وما عنده قيمه. وزنت اتفقت مع مناوي ليه؟ اتفاقيه السلام بتاعتك اللي مشيت عملتها في جوبا يا قحط مع جبريل ومناوي وبطاهر حجر والهادي ادريس، ليه عملت معهم اتفاقيه السلام؟ ليه فاوضتهم؟ ليه؟ السبب شنو؟ فاوضت مناوي وخايف من تاتشراته ولا فاوضت مناوي لانه بيتكلم بحقوق ناس؟ طيب حقوق الناس دي ذات الجيش بيقدر يتجاوزها؟ هل الجيش بيقدر يشيل اتفاقية جوبا دي شرطة يقول للناس ما عندكم حق؟ ولا الناس هم يقولوا للجيش والله يا اخي اسمع زول ده ما ممثلنا؟ هسه الهادي ادريس ده بيطلع بيجي يتكلم انا لا اعترف بقرار البرهان، ما في حاجة اسمها ما تعترف بقرار البرهان، شالك برا مجلس الوزراء ده لو جاء ابوك معاك ولي امرك ما بتخشه. موضوع انتهى، هادي ادريس طالع انا ولا اعترف، لا ما تعترفها انت لو جبت ابوك ولي امرك مجلس الوزراء ده تعال لو اذنت ما حتخشه، لا بيكاكي حتخشه، لا مواطن حتخشه، لا بيتاتشر حتخشه، لا بجين حتخشه، خرطوم دي ذاتك ما حتخشها، قال لك ما حتخشها، منو قال؟ البرهان ده. انت كالراجل ما مش كسر كلامه في الميديا تبقى زي قحاته ونسى بتاعت، تعال في الواقع انت ما تركب تاتشرك ده ولفقد مولك وتعال قول للبرهان كلامك ده انا ما عاجبني. كلام ده للهادي ادريس الطاهر حجر لاي جن في البلد دي، الزول ده قال لك انت ما حتخشها ورفضك. نشوفك حتسوي شنو؟ رفضك لانه البرهان والله يا اخي دكتاتوري ابدا، لانه المواطن في دارفور اللي انت المفروض تمثله مشى للقوات المسلحه قال لنا الزول ده ما بيحرسني ولا بمثلني ولا بيحميني. قالوك برا. قالوا البرهان طلع قرار ومسنود على مواطن دارفور ومطالب مواطن دارفور، العينك انت الهادي ادريس تحميه، انت مشيت تحالفت مع العدو. في ارض الواقع ما بتقدر تغش الناس. الناس شايفين انك انت متحالف مع الدعم السريع على العدو، العدو ما الجيش، هم عارفين الحاجه دي. الوضع في دارفور يا اخواننا عنده حساباته الخاصه، الوضع في 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 الضعين عنده حساباته الخاصه، وانت جاي كده تعال من الهجان الكلام بيفرق. نعم الكلام بيفرق، يا هديك النيل الابيض ما تيجي تسقطوه. هسه النيل الابيض دي شايفه؟ اي خلي الجيش ينسحب منها. وين الجيش انسحب؟ الجيش انسحب من اليرموك، اليرموك دي قاعده وين؟ قاعده في الخرطوم، الجيش انسحب من الخرطوم ولا قاعد فيها؟ القاعد ينسحب من الخرطوم الجيش ولا الدعم السريع هسه؟ اليرموك دي قاعده وين؟ اللي انت بتتكلم من اكثر من 50 موقع، 50 موقع قاعدات وين؟ احسمي. قياده الصناعات الاحتياط الخرطوم الاحتياط مدرمان قاعدات وين؟ قاعدات في الخرطوم. هسه الجيش مرق منها. يا سرعات ده مرق منها. القوات المسلحه دي المدرعات نصر الدين ده مرق منها قاعدين ولا ما قاعدين؟ اي ما في انسحاب يا زول، ما في انسحاب. المعركه شغاله، ما بيتكلم بخون القائد، انا بتكلم في توجيهات حاجات ناقصه، عشان كده انتوا بتطلعوا تقولوا الانصراف بوجه بوجه البرهان، انا بقول الحاجه الناقصه وبعلي صوتي وبكورك وبصر وبلح وبزيد وبعيد لحد ما تتسوى، لحد ما الصاحي يتسوى، انا ما حستسلم زيك. القوات المسلحة دي احنا بالنسبة لنا، انا اوريك النظرة الوطنية بتجي من وين. نفترض يعني مثلا انت قحاتي، ما حنقول اسماء، يعني نفترض فرضا، اضرب مثال باي قحاتي في جفراس. واحد قحاتي مثلا ما نقول اسماء، اي قحاتي تجي في راسك بس. مثلا عنده زول بيلبس بدلة ونظارة. دقن، ما يعني تخيل اي قحاتي، اخته شمال. اخته شمال. اخواتهم كلهم شمال طبعا عمدين، يشوف اخوها الكل يوم كله ماسحين به الواطف في الاعلام وفي الميديا وفي بتاع زول خاين ودعامي وبيدافع لعمتي ويكتب لنا، هتكون شنو يعني؟ اختك شمال، هل يمسكوها يقتلوها ولا يوجهوها؟ لو ضربت مثل بواحد مواطن سوداني ولد الشفز، ما في ناس اولاده يشوفوه عمره 14 سنه سارق عربيه ابوه، ما عارف بيشرب سجاير في الدكان، تلقاه متلب ما عارف بيلعب كوره وين، ومصاحب ناس الاورجانات زي صرفه كده تمام، وكل يوم بيعمل كفوه، لكن بيجي وقت الصلاه بيمشي بيصلي وبيغيم الليل وحافظ المصحف
الحاجات الخطأ البسيطة دي بتوجهوا فيها كدورك انت ابو ام، ولا تتخلى عن دورك كابو ام تقول والله الواد ده اساسا امبارح قبضوه بمولع سيجارة في ركن المدرسة. يا اخي الواد ده انا ما دايره، انا الواد ده حجعه بشيله تجدعه يعني ولدك، ولا بتقومه وتوجهه؟ نطلع حس الليلة الجيش انسحب من جبل اولي عامل الاحتفال، ما دارين الجيش ده خلاص، نجيب بدله منو الراجل اللي في السودان غير ديل كده؟ خلي الجيش ده انت هسه ما دايره، هاكون دي 50 خانه فاضيه و50 تاتشر جديده و50 كلاش، امشي الحريه والتغيير لقطوا لي 50 راجل اللي سوق يبقى جيش السودان، في منو ارجل من ديل؟ الجيش ده ما رجاله، انتوا عندكم منو اللي بيتفرجتوا؟ انتوا عندكم منو اللي بيتفرجت الجيش ده؟ والله الجيش انسحب الجيش يا اخي، نطلع نسيب بلوي من هنا لما نرجع جبل اولياء، على كيفه هو الجيش؟ على كيفه؟ يرجع جبل اولياء يسيب جبل اولياء يموت الجيش كله قدام جبل اولياء، لكن ما بنجي نقول والله يا اخي انسحب، يا اخي ما داري انه يا اخي، انا بدله بامن ان شاء الله، كذا ادينا هكدي لسه اكتب لي 50 راجل بتعرفهم انت شوف شوف الملك المؤسس، تفضل هكدي ادينا الاسماء، بسم الله الرحمن، قول اسمك ذاته معاهم. تفضل اديني 50 راجل في حياتك بتعرفهم من الحولك، قول نديكم حس 50 تاتشر ونزح عليكم الجيش ده، الجيش بتاعكم يا الجيش ده، الجيش ده دارنا هيكل، منو دار هيكل الجيش؟ منو انت؟ منو ذاتك انت؟ منو ياسر عرمان؟ حلو ياسر عرمان نجيبه. ياسر انت حسي عندك خلافات مع حمدوك؟ احنا عندنا خلافات مع حمدوك، لما تحلها بعدين تعال تتكلم معانا. هيكلوا روحكم في الاول، كيف حزب الامه البيت الواحد يكون عبد الرحمن عنده راي ومريم عندها راي وصديق الصادق عنده راي والبشرى عنده راي وعمك الصادق ذاته عنده راي والمهدي الكبير عنده راي؟ كيف انتوا ما مهيكلين؟ انتوا جوا ما مهيكلين، زود ما مهيكل كلام ما موضع، اتمموا موضعين، اتموضعوا اول حاضر بعدين تيجي تتكلم لي في قياده القوات المسلحه. واحده من انتصارات القوات المسلحه انها على راي واحد وقياده واحده، قاعده حسه دي قياده القوات المسلحه ما تغيرت ولا فيز شك فيها ولا فيز طلع عارضها بينبذوها ما جاش زهجان، بس قال لك لاش سدي خدمه 23 ساعه، تجيب لي سيره البرهان بسب لك انت والبرهان، لكن خلي البرهان يجي ماشي وحياه الله. اول زول اللي بدق له كراه اول زول الجيش السوداني حسي واحدة من علامات انتصاره الظاهرة الباينة انه قيادته مستغرة والجيش مستغر. جيش داير هيكلة، الدعم السريع هو نواة الهيكلة، كيف الدعم السريع نواة الهيكلة بتاعت القوات المسلحة يا ياسر عرمان؟ والدعم السريع امبارح فيه مكونين قبيلتين اساسيات مش شاكلين في جنوب الخرطوم، ومش شاكلين في شرق النيل، ومش شاكلين في الضئيل، ومش شاكلين في دارفور، مولعين ذخيرة بيموتوا قبال الجيش مجيون، كيف يكونوا مايكلين؟ كيف يكون بينهم اتساق وكلمة واحدة؟ كيف؟ كيف؟ ده الدعم السريع اللي انت تقدر تجيبه هو ما مهيكل، الجيش فيه استقرار. الجيش يا اخي فيه اخطاء، الجيش احنا نقومه بالكلام ومطالب الشارع ونوريه نقصه وين ونشجعه ونقيف معاه لحد ما يمشي في الصح. محتاج توجيه في حاجه من اهل الاختصاص، الجيش هسه عشان ينتصر محتاج حاجتين، لو ما عملتهم يا برهان ما حينتصر. لو ما عملتهم ما حينتصر، انت يا صرف احنا نزيح البرهان نجيب زول ثاني، اتفق معك، منو الزول الثاني؟ الزول الثاني منو؟ يعني رشحته انت ولا رشحه زول ثاني؟ وليه ترشحوا انت ما يرشحوا الزول الثاني؟ ما نجيبه من الشرق. شرق مستغل نجيب عسكري من الشرق، لا نجيبه من الوسط. احنا اكثر شهداء واكثر لا نجيبه من الشمال مستنفرين كتار يا زول. خش هسي فرتق الجيش بيدك انت في الاستقرار ده عندك زول بعولاق وده قاعد يعمل لك الحاجه الصح. ما متفق معك في الراي ولا مفروض اتفق معك في الراي. اعلى ديمقراطيه وين؟ في تركيا. الرئيس التركي فايز بصوت ب 51%، في 49% من الشعب التركي ضد اردوغان. 49%. الرئيس الامريكي يفوز بكم؟ ب 51-52% من الاصوات لحد ما يعدلوها ويزنوها ويحسبوا منو ويحسبوا الميتين والحيين بتعمل 51، يعني 49% من الشعب الامريكي ما متفق مع بايدن. اكره البرهان ده، عاوز اسالك بينك وبينه خدمات وبينك وبينه واجب بيأديه، قصر فيه ووصل له صوتك. الطريقه الوحيده المفروض توصل بها صوتك هي المؤسسات المدنيه، البرلمان والاعلام الحر، اعلام كان ماسكه البزاغ النزير. اعلام كان ماسكه مستشار حمدوك الروبي دي. برلمان ابو يكونوه، حمدوك لما عمل خطابه بتاع الانقلاب 21/10 اكتوبر اللي شارك فيه الحميدتي والبرهان، قال يا اخي انه الحريه والتغيير رفضت تكون برلمان. عشان ما يحاسبه. وقال كده، قال واحد من الاسباب مطالب الثوره وتكوين برلمان شرعي يتكلم باسم الشعب السوداني، رفضتوا تعملوه.
دي الحريه والتغيير الحسي، مانع مننا الحريه ومانع مننا التغيير ورافض ان احنا نتكلم. يا نمشي بيها، انا دار امشي وراكم، انتم مؤهلاتكم شنو؟ ما جربت اكون حسي. المشكله وين؟ ممكن انتخب زول انا اجيبه يطلع زول عواليك، لكن في زول بيجي بيقول لك انا جايب لك الحريه وجايب الديمقراطيه وانا حجيب لك حقوق الشهداء وانا حجيب لك اموال الشعب السوداني وانا حرجع لك، وانا هو بيتكلم عن نفسه. بعدين دار انا دار اقول له كده دقيقه اشوف زول تاني ولا شاورني، مش مضى وثيقه دستوريه مع الجيش ده ذاته وجا حكمني بالرجال وما عمل حاجه. انت قدامي اخلاقيا ساقط بالمناسبه حريه وتغيير. انت ما عندك شعار تاني تجيبه لي، انت استهلكت الشعارات دي. ما حد يجي تقول لي حجيب لك حريه، حقوم ازلك اقول لك انت ما حكمت قبل كده يا صاحبي. انا حجيب لك حقوق الشهداء، اقول له يا صاحبي انت ما جبت حق شهداء يا ابوك ولا 125 شهيد سقطتهم في انقلاب 25 اكتوبر بتاع البرهان وحميدتي وحمدوك، وللان ما جبت فيهم اللي هو فيه ست النفور. انت عندك 199 شهيد قاعدين في مستشفى التمييز، واحد منهم عرفت منه انت ما للان ما دفنته. قال الان ما دفنتهم ولا عارف انهم منو ذاته، فما تكلمنا عن الاخلاق ولا تحاسبني ولا تقدر ولا تستطيع ولن اسمع لك. انا ما حاسمع لك. الكلام ده بسيط. داير زول حاسس يا هدي ورقتنا وقلمنا هنا. تفضلوا. يلا اكتبوا لي. البرهان ده يا صرفه يا اخي ما قايم بشغله، انت ما قادر تقوم بشغلك ليه؟ قال له شغل الرجال حار والله، والله جد شغل الرجال حار، انت ما دار انت البرهان منعك تعمل شنو؟ البرهان منعك تعمل شنو؟ اكتبه ليه؟ اديني اسمك انت. منعك ترجع الخرطوم؟ لا. منعك تخش الاستنفار؟ لا. منعك تخش الجيش؟ لا. منعك تشيل كلاش؟ لا. منعك تدافع عن نفسك؟ لا. حاسبه زول، حاسبه مواطن كذا لو دعامي قبل كده؟ هل الدوله دي حاسب اي ولايه لقوك قتلت لك دعامي قاعدين يسالوك؟ ما قاعدين نقتلهم، الناس بتقتلهم، بيجرفون الرصاص، بيجرفون المسيرات دي. اول ضربه ضربتها في الكوبري بتاع شنبات رحمه الله، الضربه دي بالمناسبه كانوا بيتعلموا لسه، قالوا بدل الشباب بتاع التغنيه دي بيسموها شنو، المهم تغني سواقين الطيارات الدرون ده، المهم اسم طويل، قالوا بدل نضربها في الفاضي ساي نمشي الكوبري. طلعوا الكوبري لقوا صاحبك بتاع البوكس ده ما وزنها فيه صح ذاته. الدعامي ما قاعدين نحاسب بيه واحنا يا اخوان. في زول البرهان لقوك قتلت دعامي قبل كده، ثبتك صليب ولا ثبتك بتاع جيش ولا بتاع ستيك ولا بتاع عمل خاص ضبحته، الدعامي قاعد خلاص تدفن ولا ندفن لكم؟ حسي دي في العمل الخاص الفتره اللي فاتت دي مع الدفارات كان في في شباب شغلهم بس يدفنوا. اتفاق بين العمل الخاص وناس الاحياء. اذا الزول ثبت انه دعامي لابس كاكي وشايل كلاش وبطاقته ونمرته، العمل الخاص عشان ما يضيع الزمن بيديك طلقه وبيمشي، ناس الحله بيدفنوك. ده شغل الزول شاكين فيه وبيسوقوه معاهم قدام بتوري بتجيب انت هناك. ما في نور يا صاحبي، ما في محامي، ما في نشاط، ما في خالص سلك، ما في جزيره، ما في عربيه، انت دعامي بتوري عندك تعامل مع الدعم السريع، بتقول ما بخلوك. يا اكتشفوا في النهايه انك عندك بدوك طلقه هم بعدك بودوك لله بيدفنوك بيظبطوا. ما تقلق انت، انت ما تخاف، انت حتموت ما تقلق، بس ما مساله وقت. بنقول لك يا اخي البرهان عنده قصور في حاجات كثيره في التوقيت ده. انا والله يا اخي ما بهز القوات المسلحه، تعال لي عديل انت، انا ما بطبل للبرهان ولا 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 بكذب عليك بالبرهان. قاعد اقول لك الحاجات برهان وبيان عديل. الزول ده غير السفير التركي الليل، عمل السفير الروسي، جابوا سفير جديد. استغرار ولا مستغرار؟ فتح علاقات جديده قبلناه، اي معناه احنا عندنا شغل بنتين فيه، حاجه دي كويسه ولا كعبه؟ انت حمدوك فتره وجودك قبلت اعتماد سفيريات ودوله. يا راجل منى اكد الدين انجازاتك، وده ما فاهمين حاجه في نص الحرب دي، انت بتصنع في علاقات وبتطور فيها، بكره حيقبل الاوراق اعتماد السفير الايراني، شغل ده كيف يا صاحبي؟ انا طبعا ضد الفرس الشيعه ديل تماما. ضدهم تماما، لكن انا مره رئيس حسي وعنده رؤيه براحته، تتعارض معي بيقص لي بقفل لك معه فوق وتحت، بكورك بقول الحاجه دي انا رافضه. لكن البرهان بيعمل في الحاجه اللي انا دايرها في التوقيت ده وفي الظروف دي، احنا في حرب، انا ما عندي طرف الاختيار، انا ما مختار، ما عندي خيار بين البرهان وحاجه ثانيه، الترف ده ما عندي، والترف ده حرمني منه الحريه والتغيير لما جابت الاطاري قالت يا اطاري يا حرب، خدتني في الحرب وهربت.
لو ما كان يا إطار يا حرب، يا إطار يا حرب يا انتخابات، يا إطار يا حرب يا مؤتمر جامع، يا إطار يا حرب يا استفتاء. هم قالوا يا إطار يا حرب وخدتوا الحرب خيار وهربوا. بقى عندي البرهان ده في وقت القوات المسلحة مجتمعة حوله، أقول له نغير القيادة حقتكم أفرتق الجيش؟ الزول الحاجي بدل البرهان حيكون موالي للحرية والتغيير وموالي للدعم السريع وموالي للإمارات. في شنو البرهان ممكن يعمله الزول أو رافض يعمله والزول الجديد حيعمله؟ انت داروا يعمل شنو يعني؟ حس انت احتراضك على البرهان ده، اديني حاجات منطقية. داروا يعمل شنو؟ داروا يعمل شنو؟ والله يا اخي احنا كنا مثلا العمليات العسكرية اتأخرت، والله يا اخواننا ما عندنا جيش، العدد بتاعنا ما كتير. انت الموضوع ده نقول لك بالانجليزي ولا بالعربي ولا ما عندنا ناس كتار. والله المتوفر في السوق حسي كلهم 31,000، كلهم ضباط اداريين سواقين طيارات وسواقين مراكب وسواقين جوية وسواقين بحرية، واحنا القيادة العامة دي كان فيها 10 مدرعات بس، 8 منهم تاتشرات واثنين دبابة، والدبابة ذات شكلها ما كان شغال، ما عندنا حاجة. وطيب ما تنتشروا في بحر، ما عندنا عدد كافي، الله يبارك فيك ما في. وكنت وين من زمان؟ والله الجيش كان نايم. الجيش كان نايم. يا للأسف احنا في الحرب الراي شنو؟ أداري بكي على الماضي وقعد يحاسبني وكان تفعله وكان تتركه. حس الحرب دي بيجي بلوك انت ذاته. نحل الموضوع ده ونمشي قدام ولا دار نقعد نتبكى؟ أنا بديك حلول وبديك مقترحات. ما عندنا طريقة ندعم القوات المسلحة دي نقف معاها. القوات المسلحة بالنسبة للشعب السوداني هي هي ولده. الآن في الظروف دي هي ولده. ما في حاجة اسمها ولدك طلع تلفان، دي تربيتك. نعم ولدك طلع تلفان تربيتك، ما ترميه في الجيران، ما ترميه في حبوبته، ما تيجي تقول لي والله طالع بيشبه خاله. لا لا دي عواليقك انت ده يا زول، ما قدرت تنضبط، ما انضبط الولد. خلاص حصل الموضوع ده، مش جاب لنا كارثة كبيرة، عمل لنا مصيبة في المدرسة. ندعو يعني في السبت تانك الولد ده ولا نعمل ليش؟ نقومه ده لأنه واجبنا ومسؤوليتنا. دار تتهرب منها انت تهرب، احنا بنصد ليها. دار تطلع تهاجمنا احنا بنصد فيه وبنجيب في الحق. ما عندنا مشكلة بنسمعك، لكن بعدين من الحساب حيكون شخصي. لما نجيك عديل بالعين كده أول واحد يقلع عليك عينك ويبلعك لها، بتعرف الله واحد انت قال الموضوع ده هيعدي. ما في حاجة هتمسكك مننا ولا في حاجة هتحميكم. واحد ما دار يقوم بمسؤوليته كحزب. حزب يا أخي إسرائيل قدامكم. إسرائيل كونت حكومة حرب، جاب المعارضة حقتها خدتها. إحنا المعارضة اللي بتمشي تفتح فينا بلاغ. دار الجيش ينتصر كيف انت؟ ما دار الجيش ينسحب من 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 الحاميات كيف انت؟ اذا كان بتمشي تبلغ فيه حسي الجيش استخدم الطيران في الضعين، طلعتوا شابكين لنا ضرب المواطنين، مواطنين بتاع فنيلتك عمر قمر الدين وياسر عرمان قاعدين فاتحين خشوم الجيش. راينا في شهود عيان الطائرات تحلق في نياله، بكره الصباح تدخلنا ثاني الحصار وحتجيب لنا الفصل السابع. انت ما دار تعمل دي، لكن انا اعمل لك شنو يعني؟ التكتيك العسكري بيعتمد على ثلاثة حاجات. الثلاثة حاجات دي يا اخواننا بتحصل في المعركة. المعركة مدورة احنا في الصفوف القدام. في معركة مثلا في السوق الشعبي مدرمان، صف القدام احنا. ما معانا الا الله عز وجل وكلاشنا. لا في تلفون تضرب لبرهان ولا ياسر عطا ولا تضرب لحبيبتك ولا خطيبتك ولا صاحبك، ولا في حاجة اسمها اتصال بصديق. الدعامة دل ظهروا لنا قناصة من 8 عمارات وجو متقدمين بعربات مدرعة إماراتية وإحنا كلنا 12 نفر. الحل شنو يا أخوان؟ كده دقيقة نرجع لناس الحرية والتغيير نشوف الموقف ده اتحل كيف. لا ما بينفع في الموقف ده. في ثلاثة حلول قدامي ما فيهم حاجة، إما إنه أنا أهاجم أو أدافع أو أنسحب. وانسحب دي في القوات المسلحة تكتيك عسكري. سيدنا خالد بن الوليد ملك الانسحاب. سيدنا خالد في غزوة أحد قتل الصحابة كلهم 70%، مش 70 صحابي، 70% من الصحابة اللي بدوا الدعوة والرسالة قتلهم سيدنا خالد بن الوليد. الله عز وجل على لسان النبي سماه سيف الله المسلول. ده ملك الالتفاف. خاض له معركة مع الروم والفرس، معركة واحدة الاثنين صنفروا لك وأدبونه. ملك الالتفاف احنا سميناه انسحاب. الدين في الانسحاب ده سمانا حاجه اسمها التولي يوم الزحف. دي بتنطبق على القحاته والناس المطوله لسانه في القوات المسلحه حسي. دي اسمه تولي يوم الزحف. درمان مدور نار، والله قد يشوف لنا مخرج يا من. لا ما حسي اسمه تولي يوم الزحف. قالوا ده
مع الشرك واحد، الله عز وجل ما بيغفره. ليه؟ لانه انت مش هتموت هتسبب موت ناس تانين. الله عز وجل في الارواح بتاعت الناس التانين الابرياء ما بتلعب معك، ما في هزار. سموه تولي يوم الزحف، النازل ما تولي يوم الزحف. انسحبوا، نقص الامداد، نقص العتاد، نقص السلاح، جراج ان دخلوا مدرعاتهم قافلين عليهم وبيرجبهم فيهم كل يوم. في باب بتاع المدرعات دي انت بالمناسبه انت قايلها هي فيها باب بالمناسبه، والله بيطلعوا بدخل ما غالبوا يطلعوا، لكن قال لك انسحاب، رجعنا وبنقاتل حسي في جبل اولي. تطلع تقول لي اسالهم من الخمسين حتى هل هي فيها رزيقات؟ ايه السؤال الذكي ده؟ يعني ما تتباهى بمخك. لا جبل اولي ما فيها رزيقات، فيها خونه، ها؟ فيها طابور، ها؟ جبل اولي ما فيها رزيقات، الرزيقات قاعدين في الضعين. شرحنا لك موقف الضعين. شرحنا لك موقف نياله، شرحنا لك موقف الفاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، حركات مسلحه حاولت تخدرنا حسي. وردد على الجميع، قاموا قالوا لنا احنا خلاص حنخوض معاكم الجولة، الجيش بتاعنا ده ما في زول بيقاتل معه، جيشنا ما في زول بيقاتل معه. واذا بتتكلموا عن مصر انها هي بتساعدنا، مصر دي في العدوان الثلاثي ده دخلوا معاه الاردن واليمن المسألة بتاع التوحيد. العالم السوداني مش بيشبه حق فلسطين وبيشبه حق مصر وبيشبه حق العراق. انت قال ده حصل بتين، ما احنا توحدنا كعرب كلنا، مشينا هجمنا عدو واحد. لما جينا الليل احنا السودانيين برانا بنقاتل، ما معانا زول، والحولنا ده بيدعموا في الدعم السريع علني. احنا لسه بنقاتل برانا، بنواجه في مسيرات اسلحه بتاعت فاغنر. احنا ما عندنا لا حاجه لهم. العتاد بتاعنا ده المفروض يكون في امداد متواصل للقوات المسلحه. ليه حاميه نياله انسحب الست شهور؟ لانه ما عندنا ذخيره كافيه نوصلها لها. نجيبها من وين؟ ندينا لها منه؟ لحد ما البرهان طلع ومشي ظبط الامور مع تركيا، جبنا منهم بريكدار او شبيهه للبريكدار. البريكدار الحقيقيه والله حميه ده ما كان انتظر في غبره ذاته. والله جوا غبره كان مات. تاني ذخيره للاسلحه دي يجيبوها من وين؟ بيطلعوا الناس يقول لك الجيش ما سلح اللي مستنفرين وقال لهم ما عندي كلاشات، وجيبها من وين الكلاشات دي؟ يجيبها من وين؟ ما في دوله واقفه معانا حسي. السعوديه بترسل دعم للدعم السريع، الامارات بترسل دعم وذخيره وتسليح واغمار صناعيه وسريه للدعم السريع، احنا بدينا منه؟ ومع انه الدول دي الحسي بتتفاصح، حرب الخليج الاولى والثانيه دخلوا معاهم اكثر من 13 دوله، مش عارف اقول العراق. احنا مشاركين في حاجه اسمها عاصفه الصحراء او عاصفه سلمان في اليمن، داخلين مع باكستان ومصر وداخلين مع منو والسعوديه والامارات، بنضرب في شعب اعزل، في اطفال في الجبال. لما جه في دورنا قالوا لنا المصريين ما يساعدونا، انت مش دخل امك، احنا دوله. واحنا هسه بندعو الحكومه انها تكون حكومه حرب، دي واحده من الحاجات اللي انا بتكلم فيها مع البرهان. انا ما بخون البرهان حسي. ولا بقول لك طابور ولا ما طابور، الموضوع ده انا متجاوزه غصبا عنه برضاه ويعمل الصح. لا حسمح بانهيار القوات المسلحه ولا انهيار السودان. حاضغط كده حقول لها برهان ما حتنتصر الا بحاجتين. تدعم القوات المسلحه دي بامداد يجي من برا، ما عندك طريقه. لازم تجيب اسلحه نوعيه تقاتل بها الدعم السريع، لانه الدعم السريع حسي بقى عنده مسويرات متطوره على المضادات بتاع جبل اولي، عشان كده دخل القاعده بتاع جبل اولي، الرباعي بتاعك ده ما حيرميه. لازم تجيب اسلحه نوعيه، ما جبتها الجيش ما حينتصر على الدعم السريع، الدعم السريع متفوق بنوعيه السلاح حقه. بس احنا سايقين تاتشر من سنه 89. التاتشر الراكب الزول ده في الجبل ده من 89، ده سايق له هامفي، هامفي عربيه امريكيه دي ما بتموت الا 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 الله يقتلك جوا، انت شايف الباب بتاعه مش الزول فتحه ونزل منها الا الله يقتلك جوا، ما في حاجه بتقتلك. مضاد للرصاص، مضاد للجيم، مضاد للمضاد ذاته، مضاد للدروع، مضاد لاي حاجه. يا اخي ابوه يده ما اتخرجت. هسه حقات المدرعات ديل ما شاء الله ماسكينهم قبل اسبوع ديل ولا اسبوعين، ناس غسان وناس ناس ولد سعدابي ديل، ناس سعدته نصر الدين. مش وريكم الفيديوهات حقتها؟ يا اخي خرش البويه بتاعتها مضاده للخرج ذات البويه. احنا عندنا تاتشر كان راكبه البرهان في القياده ذاك، مذكر الصوره بتاعته. رابطين الباب ساعته خجلان طبعا، خدت الطاقيه بتاعت الصديق عامل فيها الوتين وما بيمسك الباب، ما بيقفل، ما فيه اكره، وماسكه بيده كده لا لا قدام الله اكبر. هو طبعا شنو ماسك الباب، الباب التاتشر ما فيه قزاز ذاته، والله العظيم جد مسجل شنو، جرب اوكسي ما فيه، ما فيه جرب اوكسي، ما بغير التعشيقه مربوطه في ثلاثه فوق هناك مع الفتحه بتاعت الرادي رابطينها بحربي الاحمر. التاتشر ده اصلا بيجي معشك ثلاثه، لا بزيد لا بنقص، جرب اوكسي ما فيه. دي جايبين له هام في 2023. ناس العمل الخاص ديل، ناس هيئه العمليات، التاتشرات اللي نزلوا بيها في مدرمان دي ما تاتشرات تويوتا، تاتشرات نيسان. 2023 دي كانت جايه للدعم السريع، صابوها منهم، سلموها منهم.
تسليح نوعي متفوق ده لو ما في حكومة بتاع الطوارئ، حكومة تحارب عندها علاقات، حكومة كفاءة، ما حتجيب الحاجة دي يا برهان. ما حتقدر. الليلة يا أخي بيشوفوا مقاتلين من دولة جنوب السودان داخلين لحد شرق النيل. الليلة في 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 جبل أولياء دي الفيديوهات المثيرة المفروض أعلق عليها شيف شبيب الملك وكلب الدعم السريع ولا كلب الهاوس ده الباطل ده يعلقوا عليها، شايفين التشاهدين قوات تشادية عديل. لما نجي احنا في دورنا هنا نستعين، صلاح مناع قال الجيش بيستعين بالمدنيين، المدنيين ديل ما بتغتصب فيهم انت، والمدنيين ديل ما بتحسرك فيهم انت، والمدنيين اللي ما بتراعي فيهم إل ولا ذمة، عمرهم 70 سنة بتعتقلوا الرجال كبار. ديل المدنيين قلنا لهم ما بنقدر نحميكم، تحموا روحكم، قالوا نحمي روحنا. اديني غلط في الموضوع ده. اديني غلط واحد في الموضوع ده. يا مواطنين سلام عليكم، احنا الجيش والله ما بنقدر نحرسكم، احرسوا روحكم. طيب ما سلوح، ما عندنا سلاح والله. والله معليش ما عندنا يا اخي كلاشات، ما في والله لسه هو شغالين ضبيح. والله يا اخواننا التسليح بتاع الاستنفار ده كله من الدعامة، كله من الدعامة، تاتشيرات حق الدعامة، بكاسي حق الدعامة، كلاشات حق الدعامة. يا هو بنكتل الشباب ده شغالين ناس العمل الخاص، بيقتلوا الدعامة، بيشيلوا سلاحهم، بيهو يدوه حس بتاع نهر النيل ده 6300 خرجوهم الليلة ولا امبارح، 6300 كلهم شايلين كلاشات. والله ده اللي انتظروا في الصف لحد ما الأسلحة دي استلمها. ما عندنا، هجيبها من وين؟ ما تجيبوا من برا، من برا وين يعني؟ انت وريني الحتة، انت كده ساعدونا برا، هاف دي لست اكتيف ليس من الدول البرا دي، نجيبها لك من وين؟ ما عندنا علاقه مع اي ميتين في الكوكب ده، يا دوب بننشئ في علاقات وبنرد عليهم وبنوريهم رزن السودان المعتمد على الشعب السوداني، ما على حكومه ولا على جيش. الشعب السوداني هو اللي بيقرر، هو اللي بيربط، هو اللي الناس عامله لنا حساب. يبوا ما تجيبوا، يجيبوا لك من وين؟ من برا. يا دوب قول لي من برا دي، ما عندنا ميزانيه ذاتها مقدوده، ما في. اشتروا بقى من ازاز واشتروا، وده اردول قاعد لنا في الذهب ده، سيح ام الذهب ذاته، عملوا كله خواتم وسلاسل وما عارف ار بالذهب كده، ورابط صورته بسلسل، هو ده سارقه حميدتي. احنا يا اخواننا حجم المؤامره اللي احنا فيها كالاتي: من ناحيه الارض الامارات السعوديه محتاجه تاكل وتشرب، هي دي دول ما عندها اراضي، فهي في الظاهر بتخش في مشاريع زراعيه زي المشروع بتاع مع اسامه داوود ال 450 الف فدان ده، المشاريع في الشمال دي مشاريع اصلا في الواجهه الامارات وفي الخلف اسرائيل كده، فهمتوا اللعبه؟ الثروه الحيوانيه والزراعه دي حقت اسرائيل، الواجهه حقت الامارات، الذهب، الفوسفات، اليورانيوم دي الناس روسيا فرنسا دي، انتوا عارفين حتاتهم ايه؟ عشان انا اطلع الفوسفات ده وبتاع ما بيكون فيه استغرار، في الغرض الاساسي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن هي في الظاهر كده مقسم الحاجات دي، تمام؟ المعركه دي كبيره، في صراع بتاع السعوديه والامارات، كل واحد فيهم ما بيشوفوكم انتوا ما شايفينكم، انت تموت، يموت ولدك، تموت، زي ما بيحصل حسي من اسرائيل بتضرب مستشفى فيها 500 طفل، بيشوفون ما عندهم الرحمه النازل. ما عندهم الرحمه، فما انت سياسه الدعم السريع اللي بيعملوا فينا ده، ما هو دي مدرسته. اسرائيل خطورتها حسي في الحرب بتاعتنا دي، اسرائيل هي مطبعه مع البرهان ومتعاونه عسكريا مع الدعم السريع، يبقى شنو؟ متعاونه مع الطرفين. حلوه كده اسرائيل، ده اليهود الخطيرين الخبيثين لا مثبتين الطرفين، لا ده ما اليهود، اليهود ما بيعملوا كده، بيعملوا كيف اليهود؟ اليهود بيتعاونوا مع الطرفين، ايوه، وبيلعبوا بالطرفين، الله اكبر، ايوه كده تقول لي يهودي. اما انه زول مثبت اثنين فوق واحد عادي يعني، ما في امكانيات انه تحاول تلعب مع الاطراف المحاور زي بشير يمشي ايران ويمشي السعوديه، يمشي قطر ويمشي الامارات في نفس التوقيت، ده ما شغل كهنه كبار. الكاهن الكبير بيعمل شنو؟ يتعاون مع الطرفين، يلعب بالطرفين. حاصل الان هو قاعد مبسوط، كل العائد في النهايه حيجيه، فضينا بلدنا احنا برانا، كتلنا روحنا احنا برانا، فجرنا احنا برانا، هو بيعاين من بعيد. يجي بعدين في النهايه يلقى الحته فاضيه. دي شكل المؤامره الحاصله، ما حتجيف يا اخواننا، ما لانه الجيش انسحب من نياله فمعناها قدم فروض طاعه ولاء واستسلام وحتجيف الحرب، لا ما حتجيف.
ما حتقيف لانه الجيش انسحب من الضعين، ولا الجيش انسحب من اليرموك، ما والو ما وقف الدعم السريع، ولا الجيش انسحب من 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 من, من الاحتياط المركزي، لا الدعم السريع ما وقفه، ما حيوقفه لحد ما يكتل اخر سوداني، فضوا البلدي يجيبوا ناس ثانيين. ده المشروع ماشي كده، دارين تقيف وتتحمل المسؤوليه كلنا مع بعض مرحب. اما دار تطلع تقول لي والله البرهان اسل برهان منع ناس مدني يطلعوا يامنوا مدني، داير زول يجي يقول لي اللستة بتاعتنا قاعدة، داير زول من مدن يطلع يقول لي البرهان قال لي ما تحرسوا ما تحرسوا الحصحيصة، البرهان قال لمنو فيكم ما تحرس الحصحيصة، البرهان قال لمنو فيكم ما تحرسوا مداخل المدني، البرهان قال لمنو فيكم تسمحوا للوالي حقكم يزيد عليكم الضرائب والعوائد وتفركم وما يطلع له عسكري يحرسكم. فين البرهان قال لي وانت قاعد تسوي في شنو كنت عارف الموضوع ده؟ عندك الجرأة والحرية والمساحة من الديمقراطية في الدولة دي انك تتكلم في البرهان علني وتلاقيه وتسب له وتنبذه وتطلع الميديا بصورتك وصوتك، غالبك تغير والي؟ غالبك في مساحة الحرية دي تكفل المدرسة دي وترجع النازحين زي الداخلية طردون الليلة في شندي؟ غالبكم تعملوها؟ بتاني البرهان قال لك يا اخي ما ترجع المواطنين، البرهان ادى الوالي حريه حركه واتخاذ قرار انه يطرد النازحين، ما ترجعون؟ امشي رجعون، قول له بكره احنا رجعناه، كان راجل انت يا البرهان، تعال طلعون انت، شيل كلاشك وقف. لا لا لكن البرهان ما انت ما قادر تعمل. الموضوع بتاع انك ترمي الموضوع في زول تاني ده احنا ما حنسمح به. ولا فاضل له اصلا، احنا حنتكلم ونجيب في الواقع وفي المواقع ومؤمنين ان الجيش ده حينتصر بالعولاق بل فيه وبالخونه حينتصر وما عنده حل غير ينتصر. الحاجه الاولى قلنا يا برهان تكون حكومه بتاع الطوارئ دي لازم تدعم القوات المسلحه بحكومه مدنيه كفاءه تجيب لنا سلاح. الحاجة الثانية لازم تدعم القوات المسلحة دي بالمستنفرين، ما عندك حل يا برهان، ما في حل. انت بتشوف الدعم السريع الليلة بيستعين بمقاتلين مدربين من جهات مختلفة من العالم، انت اذا ما قدرت تسمي الدول دي ولا تعمل معها خلافات سياسية وتديهم المبرر اعتدوا علينا علني، يبقى انت ترد عليهم بالمستنفرين. لازم الاماكن الامنة يا برهان تنزل فيها المستنفرين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. مسألة الارهاب دي فكلينا ثلاثة كتائب في مدني، ثلاثة كتائب الليلة يكونوا حايمين في النيل الابيض مجدعين في شارع ساي، الحاجة دي بدون كلاشات حايمين بنصوره وانتهى الموضوع، يعرفوا انه النيل الابيض دي ما بتقدر تخشها، الشمالية ما بتقدر تخشها، البحر الاحمر ما بتقدر تخشها، الخرطوم ما بتقدر تخشها، الطلع منها طلع والجاي راجع ما في طريق، لازم تحصل الحاجة دي يا برهام، ما عندها علاقة بالخطط العسكرية. ونتكلم في موضوع الخطط العسكرية حاجة أخيرة، دقيقة. لي موية هنا. اللهم صل وسلم. بارك على سيدنا. الخطط العسكرية يا اخواننا اثناء المعركة قلنا زي انسحاب جبل اولياء، الجيش عنده ثلاثة خيارات في الميدان هو صاحب القرار فيها. هو اللي بيتخذ القرار، القائد بتاع المنطقة هو اللي بيتخذ القرار حسب معطيات الحاجة الحاصلة قدامه. فإذا هو قرر انسحاب فده قراره، القرار ده ما بيكون جاي من حتة. في قرار أعلى شوية في أثناء المعركة أنت المنفذ اللي بتدخل، إحنا قلنا نهاجم، قام العدو طلع أقوى مننا. المفروض ندافع أو ننسحب. القرار ده ما في زمن تضرب تليفون لياسر العطا، بتتخذه أنت في الميدان، بتتخذه القائد، بتتخذه أي زول حوله. الجيش ده يا اخواننا ما البرهان، الجيش ده مؤسسة. شنو يعني مؤسسة؟ بيبدأ من زول واحد صغيروني كده رتبة صغيرة، بيبقوا نفرين، بيبقوا ثلاثة، بيبقى فصيلة، بيبقى كتيبة، بيبقى لواء، بيبقى فرقة، فرقة كاملة، فرقة فيها زي وادي سيدنا، فيها مدرعات وفيها يد عمليات وفيها مشاة وفيها طيران بيبقى فرقة. الناس كلهم اتفقوا في اللحظة الساعة واحدة نهاجم، اتفقوا خلاص، هم كلهم بيجوا زول واحد اتفقوا مع قرار البرهان، لكن الجيش ما البرهان،
البرهان فردي في القوات المسلحة. عشان نجي نحمل البرهان نتيجة اللي بيحصل في انسحاب جبل أولياء، ما البرهان عنده هيئة أركان. هيئة الأركان دي فيها ضباط. إذا أنت بتعرفهم أو ما بتعرفهم، بتثق فيهم أو ما بتثق فيهم، بيثقوا في بعض والجيش بيثق فيهم. لما الجيش يقول لي أسعدتك فيك اللجام، هو داري يعمل حاجة في توقيته العسكري شايفة. لما نفكه في الشارع العسكري بيطلع بيقول لك حصل لنا كمين. يا زول ما قلت يفكوك لجام. والله فكونا، لكن شو انت عارف المدافع دي صرفه ما كانت فيها كفايه دهانات، ما انت شابكنا في كل جم. اقول لك عندنا رؤيه داري اصبر لنا، انت قلت كده. يبقى الجيش القرار بتاعه ما البرهان، في هيئه قياده عليا. كل مره نتكلم في الكلام ده، هيئه القياده العليا دي فيها ضباط من الولايات، كل ضابط قائد حاميه ده عضو فيها، وفي كل ولايه فيها هيئه قياده بتكلم معاها قائد الحاميه. في الضعين يتكلم قائد الحاميه. هل اولادنا في 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 في, في وادي سيدنا كانوا حيقبلوا بانسحاب القوات المسلحه من الضعين؟ لو الحامل الضعين ضرب تلفون لاي عسكري مرتكز في ام درمان قال له احنا دارين ننسحب، كان حيقبل؟ كان حيقول له لا. من واقع المعركه اللي هو عايش في ام درمان، من واقع العدو اللي هو شايفه في ام درمان، شايف عدو بقاتل فيه. لكن انت هناك القوات المسلحه محاصره مش بالدعم السريع بس، محاصره بين ناس موالين للدعم السريع. انت في الشارع ما حتقدر تمشي، في السوق ما حتقدر تمشي، الاشراك بتاع الجيش ما حتقدر تقعد فيه، انت ما حتقدر تقعد فعليا. مستهدفك مواطنك. لو الموضوع ده اتعرف واتكشف وطلع للاعلام ان المواطنين كتروا القوات المسلحه، الموقف حيكون كيف السياسي؟ للسودان كله حيكون كيف؟ والله ده طبعا فتحت شهيه لباقي الولايات انهم يتمردوا على القوات المسلحه. اوكي نبلع الشغل ده، طالعين ليكم، ماشيين، اقعدوا فيها يا زول، اقعدوا احرسوها، احرسوها. ما بنثبت هذا الجولة معاكم، ما بنخوض الجولة اللي حتتخاض في الضيان هي بين العسكري والمواطن. دي ما احنا ما رافضينها ولا حنعملها. لكن القرار ده ما قرار البرهان، ده قرار الزول قائد المنطقة العسكرية بحسابات المعركة، بحسابات هيئة القيادة حقته. ما يتحمل قائد المنطقة العسكرية الضيان الانسحاب. احنا ما بنرفض الانسحاب احنا تماما، لكن في ظروف جبرت للحاجة دي. نتخلى عن الجيش، نطلع الليله نقول الجيش انسحب من الضيان، احنا قلنا لحد اخر عسكري لسه فيه الجيش ده فيه عساكر ولا ما فيه؟ بسالك انت يا سيدي، بتاكل فيروز بالليل، الجيش ده فيه عساكر حسي ولا ما فيه؟ فيه ناس لابسين كاكي ولا ما فيه؟ فيه العهد اللي تعهدناه مع بعض انه نقف مع القوات المسلحه لحد اخر جندي خليته؟ لسه عندنا جيش قاعد في 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 شمال كردفان، وعندنا جيش قاعد في في بورسودان، وعندنا جيش قاعد في القيادة العامة، وعندنا جيش قاعد في مدرمان، وعندنا جيش في بحر في حطاب، وعندنا جيش في العيرفون أمير إبراهيم، وعندنا جيش ما لسه قاعدين النازل. إحنا لسه عندنا 17 ولاية، عندنا ولايات فيها خط تماس مع المواطن. إحنا والله ممكن ننسحب، إحنا ما جينا كتل المواطن، لكن تعلي من الهجانة، تعلي النيل الأبيض، تعلي هنا الجزيرة، تعلي هنا بورسودان، تعلي هنا كسرة، تعلي هنا مروي، تعلي هنا شندي، تعلي هنا الدامر. اعمل لي كلامك ده. اسي دي مش الجبل دي مش جبل اولياء. عليك الله اعمل لي فيديو باقي الليل ده بتتعشوا جنب البوابة بتاعت الحامية العسكرية. لو فيكم دعامي راجل بكرة الصباح انا داير سفيان ده يطلع يقول لي انا داخل الحامية بتاع الشندي واكلمهم من حسن سحبوا لي. ما بتقدر تعمل في شندي، لا تستطيع، الظروف هنا بتختلف. بكره انا داير الدعم السريع يجي يقول لي محاصره القياده، القياده العامه لو البرهان ما سلم وانسحبوا احنا حنحرق الخرطوم. ما هو ده لسه قاعد البرهان في القياده العامه، والهيئه بتاعت القياده المدوره غرفه القياده والسيطره قاعده في القياده العامه، وما عارف محل القياده نوصفها له. جايب شارع بري ولا بالنفق انت؟ اوصف لك القياده العامه محاصره حسي. وانسحبنا من اليرموك، وانسحبنا من الاحتياط المركزي، وانسحبنا من الكلاكلة، وانسحبنا من بحري، والخرطوم ما تسقط ولا سقطت ولن يسقط السودان. فيش نيازم بتنسحبوا لانه احنا عندنا ذخيره بتكفي، ايوه، لكن ما عندنا رجال كتار. لما نبقى عندنا رجال كتار الموضوع بالموازنه بتختلف. احنا بنحارب هسه دي في شرق النيل بس في قبائل ومواليه للدعم السريع، وجنود جاي من جنوب السودان شفتوهم، يعني ما داسنا. الجيش ده يا اخوانا ربطته الاخيره والسودان ده كله مربوط بحاجه اسمها البرهان. الموضوع ده سياسه ومنطق وعقول، قبلته مرحب، ما قبلته ده الواقع. البرهان ده بس زحى من الكرسي ده ساي ثانيتين البلد دي بتتحرق. بيسهروا اي زول هنا بقى عنده درونات طيارات
مسيرة وبيجي عنده تاتشارات وكلاشات، بيجي بيقول أنا داير أحكم. تخيل السودان حيتفرتك قدر شنو؟ الموضوع ما ولا 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 تطبيل للبرهان. انا بوالي في الشعب السوداني وبوالي في السودان، واي حاجه بتربط القوات المسلحه انا داعمها وواقف معاها وحسندها، واحنا سند للقوات المسلحه في الموقف ده بالقونه بنجيب بنصدى لكل المؤامرات دي. البرهان ده زح من الكرسي، كل زول بقى عنده ثلاثه تاتشيرات وثلاثه مسيرات، حيجي بكره الصباح يقول لك اعلن منطقه ام درمان منطقه محرره تابعه للفلان، اعلن منطقه بحري تابعه لل فلان، اعلن منطقة جرف شريك طابع للفلان، اعلن الحامية العسكرية والله احنا تمردنا على القيادة العليا والحامية العسكرية في الولاية الفلانية تمردنا. بس البرهان ده يزح، الدارين يزحوا ناس الامارات مخططاتهم. انا عمري ده كله ما لاقتني دولة دارت انفصل اتتبع لدولة تانية في مشروع كان بتاع انفصال الشمال. طيب دارين تمشي وين؟ قالوا لا احنا دارين انفصل نبقى مع ناس مصر. ها؟ احنا دارنا ننفصل نبقى مع ناس مصر. قلت دقيقه نفتح كتاب التاريخ، انفصال ما اعرف ما اعرف لقوانيا ديك ما اعرف انفصال جنوب السودان انفصال دوله تتبع الى دوله سنغافوره انفصال دوله تتبع انفصلت من الصين انفصلت من ماليزيا انفصال تايلاند الجزر الصينيه ما لقتني دوله قالت انا دار انفصل امشي ابقى مع ناس ثانيين. انا ما لقتني عماله بالوضوح ده، انت مرسل علينا ولا شنو؟ انا ما لقاني حزب اعضاؤه او تكوين تنظيم سياسي او اجتماعي اعضاؤه جوادين، ما لقاني. بلاقي الرئيس جواد في حزب كبير مشهور، رئيس الحزب ولده بيلعب وانتو يقول لسه مرجع فكة لابوه، الابو اللي قاله خالف فكة لولده، وانتو عارفين الحزب كبير ومشهور ما في داعي احنا طبعا يعني الدنيا ليل نكسب لنا ندون ندي روحنا تحذير ما في سيئة طبعا لأنه حقائق لكن بدون تحذير الواحد ما دار له تحذيرات بالليل أو تنبيه يعني ممكن تلقى أعضاء فيه زي الولد صلاح مناع في حزب الأمة واحد أصلا شغلته يعني الدليفري زي أريل أو الولد الأريل ده مثلا الختمية نقدر نقول الختمية كلهم كده إبراهيم مرغني أبدا نقدر نقول حزب الاتحاد كله لكن الولد يعني الولد كده يعني ها بذول يعني خلاص لكن أقسم بالله الله دام عزيز في السماء لقيت ليك يا جنى الجنى وحزبه قالوا إحنا نتبع طيب يا أخي فيزول قال لكم جاي لنسوانكم لا لا هو فيزول طبعا مع جدنا يا اخي جدنا من يا زول يا لا لا ما ذا بيشبهون يا زول بيشبهون قال ماشي لنسوانكم عديل شيل كلاشك وركز واثبت لا لا احنا بس هنطبع نفصل تشيل ثرواتك تمشي لدوله ثانيه تقول لهم احنا عبيد عندكم انا ما لاقتني ما لاقتني زول دعوه زي دي خالص احنا دارين حريتنا احنا دارين دي لاقتني لكن زول يقول احنا نفصل من هنا نمشي نبقى مع ديلك هذه ما لاقتني وده ما شغل مخابرات يا جنى ده ما شغل بتاع مخابرات بعدين انك انت تكون ديليفري وتعمل لك كيان بتاع ديليفري والمعاك كلهم ديليفري وتقبل المساله لا دي جديده حزب الديليفري لا لا ده شغل جديد ده شغل جديد والله ده انتوا 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 ثروه قوميه والله تتحنطوا دي حاجه يعني مفخره للبارات والله العظيم انتوا مفخره للبارات عملتوا كيان بيجي يطلع زول بكلاش بيستهدف وبيهدد وبيقول ماشي اعراضكم والناس بيصدوا له وبيثبتوا في درمان ما يعدي شبر يموتوا معاه وموت انت تطلع تقول لا خليه ونمشي لا لا ما في كلام زي ده احنا قاعدين الحياة ما بتحصل انا قاعد حي في الكوكب ده مؤامرات دي كلها ان شاء الله بنثبتها واعلامكم الرخيص ده بنرده هنثبتكم ونمسحكم بالجزمه ومن الكوكب اضمن المساله دي والجيش ده باذن الله منتصر والحالتين دين البرهان سواهن مرحب ما سواهن احنا بنسويهن ما احنا ما بنشاور واحنا اللي بنصنع الحدث كان في مستنفرين لا كان في جيش احتياط لا هسي بيقن فيه هسي دي بيقن فيه بنمشي الحاجة خطوة خطوة مستعجل متضايق يا بيبي ممكن في قهوة تشربها او في احضر كور ادينا صنة كده خلينا نتم الشغل بتاع شغلة الرجال دي وبعدين تعلينا نتمها البلد دي بننظفها من الخونة والمجرمين الحاجة الثانية احنا مشروعنا ليس انهاء الحرب وانما انهاء التمرد
إنهاء التمرد ده بتنهي في حاجة ما بتخلي فيها أي شيء، دي حاجة بتتطلب إنه أنت تكون متفوق عليه، لأنه أنت دار تقتله، أنت دار تقتله، دار تبيده. الزول ما عنده أخلاق ولا أخلاق حرب ولا أخلاق ولا غيم، مرسل امسحك، مرسل انتهك عرضك، مرسل اقتلك. فإحنا دارين ننهيه، الإنهاء ده مفروض أنا متفوق عليه عشان ما يقدر يرد لي طلقة بطلقة، ولا يقدر يرد لي دانة، ولا يقدر يرد لي صاروخ، ولا يقدر يرمي لي طيارة، ولا يقدر يأسر لي ضابط. فإحنا لازم نتفوق عليهم، نتفوق عليهم عدديا، إحنا متفوقين عليهم بالعقيدة، متفوقين عليهم بالعزيمة، متفوقين عليهم إن دي بلدنا واللي بنحافظ عليه دي أرضنا ودي أعراضنا، لا مشحودين عليها ولا مجبورين عليها. الليلة الشبكة رجعت، شوفوا مدرمان وضعها كيف، شوفوا بحري وضعها كيف، ماشيين يا اخوان. والجبل ده حسي انا بتحداكم ب2 مليون يورو الدعم السريع، وناشطين القحات الجزم ديل خوانة الدليفريات، كلهم دليفريات. يقول له ماشي لحبوبتك، لا لا احنا طبعا ده جدنا، جدنا دعانك جديد ولا شنو؟ ها دعانك جديد دليفري؟ يعني واحد يقعد ينبزنا بس زي ده بقى يقول لي موقفي شنو مع الملائكه اللي بترفع الاعمال؟ موقفي شنو؟ بعدين يقول له ذاك يعني اكتب عتيد ورقيب، بيقول له هو قاصد منه؟ انا ما عارفينه، عارفينه معروف، بس انا تسجلت لي لكن وما قلت اسمك، والله معروف وحياة الله معروف، عارفين انه انا قاصدك، اقسم بالله جد. الدليفري قائد حزب الدليفريات، لا انا معروف، معروف ده معروف في الارض وفي السماء. العمليه البطاله اللي بتعمل فيها دي ما سبقك فيها زول، كلب المخابرات بتبيع في تاريخ، بتبيع في ارث، حاجه عمرها 7000 سنه عادي يا مجرم. والله هسه كتبوك باسمك رباعي، وما برباعي ولا حبيبتي باسم الام، انا وامك ما عارف اسمها لكن هم عارفيننا. الله يا حجة لكن جبت دليفري مبدع. في حاجة تانية برضو من البشائر، وزارة الصحة ولاية الخرطوم قام بشغل كبير جدا، أسسوا مركز صحي في الثورات، وتعاقد الوالي والولاية مع مقابل حسي شغالين صيانة في مستشفى كبير في مدرمان. علينا التأسيس احنا، فدارين الأدوية ودارين دارين المعدات الطبية. نزل لكم بكرة المبادرة وحنتكلم عنها بالتفصيل. نازل شغالين في ظل الظروف دي، بيأسسوا في علاقة بين الحاكم والمحكوم، دي الدولة اللي احنا بنتكلم عنها ودي الحكومة اللي احنا بنتكلم عنها. أثبتوا لنا بيان بالعمل في نص الصواريخ والضرب ده بيبنوا بيعمروا، ما كلام ونسى، الدعم السريع بيكسروا، هم بيبنوا شغالين. الناس البر المغتربين، الناس اللي عندهم أهل في مدرمان، بتقوم عليكم أنتم مدرمان، والحسابات دي حتكون بإشراف الحكومة بتاعت ولاية الخرطوم. حاضر تنزل في حسابات رسمية، تحولوا المليار واثنين وثلاثة وتشوفوا شغلكم قدامكم. يعني مبادرة منسوبة لناشط أو منسوبة، لا لا ما عندنا كلام زي ده، ده شغل الدولة وإحنا بنجيف معاها. إحنا حنسند الدولة دي، إحنا حنسند الحكومة دي، إحنا حنقيف معاهم خطوة بخطوة. البلد دي حتتبني على أكتافنا كلنا، كلنا، كل حتة حنبدأ، كل مرة حنبدأ من حتة. حسي بالنسبة للدعم السريع اللي حينسحب من جبل وليد، بكرة حتكتب الكلام ده يا خليفة دنجر. قالوا منسحبين ماشيين المدرعات، طبعا دي بس عروستهم، كل ما يتبلوا في حتة يقول لك ماشيين المدرعات، هذه دباباتهم، هذه مدافعهم. نبيل الانبياء، نبيل من ايه؟ نبيل من ايه يا الحبيب؟ تعالوا. الحاجه الثانيه، انا قاعد لكم 4 يوم، مش قلت البلد دي وقعت والجيش ده وصرفه بطب 4 يوم للنهايه، انا قاعد لكم 4 يوم كامله، 24 ساعه حطلع لكم اللايف، حبيل لكم بلجين وحننجز انجاز الجن، وقدامنا البلد دي احنا ماشيه، وقدامنا البلد دي قاعد تقوم، والما داري يشوف ما يشوف براحته، اختانا بس.